يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النهار في كل مكان، وحلقة جديدة من بلس 90، حلقة مهمة، كواليس، أخبار، تفاصيل كالعادة زي ما حضراتكم متعودين على مدار ساعتين من بداية الحلقة. النهارده الجزء الثاني كمان هينورنا ويشرفنا نجومنا، نجوم النقد الرياضي الأستاذ أحمد جلال، الأستاذ محمد مراد، الأستاذ محمد أبو علي. نتكلم على كواليس كتيرة جدا عن الساحة الرياضية المصرية، فتابعونا لحظة بلحظة. قبل ما ابتدي كلامي عن الكورة والرياضة، النهارده في بعض الأحداث المهمة اللي هنتطرق إليها وهنعلق عليها كمان، خليني بس أشيد وأعبر عن سعادتي الكبيرة جدا 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 بالعرس الديمقراطي اللي احنا عشناه على مدار 3 أيام. انتهت النهارده، لسه نتائج الانتخابات تظهر خلال ساعات، انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية. تحدي واستحقاق كان مهم جدا جدا، خرج بالشكل الأمثل، الشكل الجميل، الشكل اللي يليق بينا كلنا كمصريين، ايا كان رايك، ايا كان اختيارك، ايا كان وجهه نظرك، لكن المشاركه اللي كانت باعداد كبيره جدا على مدار ال3 ايام حاجه تفرحنا كلنا، حاجه تبسطنا جدا جدا، حاجه تحسسنا ان احنا في خطوات مختلفه عن الماضي البعيد، عن الماضي البعيد. فدي كلها امور جيده تخليك تبقى مبسوط، تخليك ان انت تبقى عارف وبتقيم المشهد بشكل كويس. احنا شفنا مشهد رائع جدا، 3 أيام، قمة في النظام، قمة في الديمقراطية، قمة في الحرص على مصلحة بلدنا الحبيبة مصر. فالمشاهد اللي زي دي ان شاء الله نفضل عايشينها ونفضل نشوفها على طول بإذن الله، والأجيال اللي جاية كمان تقدر ان هي تمارس حقوقها بشكل طبيعي على غرار ما حدث في ال3 أيام، سواء من يوم الحد 2 اللي هو امبارح والنهاردة 3. فده أمر مهم جدا وجب الإشادة به، وإن شاء الله بإذن الله بلدنا مصر إن شاء الله دايما في تقدم وازدهار بإذن الله واحد أحد. تعالى بقى نتكلم في الكورة، لأن بصراحة النهاردة أوكلاند سيتي عمل مفاجأة وإنجاز في وجهة نظري. هتقول لي إيه ده، هو كسب اتحاد جدة؟ الناس ما تابعتش الماتش، الناس اللي ما تعرفش النتيجة، لا كل الناس أكيد عرفت النتيجة. اتحاد جدة هو اللي فاز على أوكلاند سيتي 3-0 في المباراة اللي كان أحد طرفيها يتأهل، الفائز يعني يتأهل لمواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية في نصف أو في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية. طب إيه المفاجأة، إيه الإنجاز في كده؟ بمنتهى الأمانة يا جماعة، الناس بتوع أوكلاند سيتي كتر خيرهم، كتر خيرهم إن هم خرجوا الشوط الثاني من غير ما يستقبلوا جون واحد. وأنا في الحقيقة يعني أنا فكرت وأنا قاعد بتفرج على الشوط الأول كده، يعني الشوط الأول 3 أهداف، دقيقة 28، دقيقة 36، الدقيقة حاجة و40، 3 أهداف لاتحاد جدة. تمام، سيبك بقى من 3 أهداف، تعالى اتكلم مستريح، عد براحتك 10 فرص تقريبا محققة لاتحاد جدة. بتحس ان فرقة اتحاد جدة بتلعب نفسها، طبعا امكانيات كبيرة، اسماء تقيلة، اديك شايف كانتي، اديك شايف بنزيما، اديك شايف رومارينو، اديك شايف فابينو، اديك شايف نجمنا الكبير احمد حجازي، في اسماء تقيله قوي. ده الراجل حمد الله النهارده كان غايب بيقول لي مصاب، اتمنى ان حمد الله ما يلحقش ماتش الاهلي. انا بالنسبه لي حمد الله يعني اخطر من بنزيما، وجهه نظري انا نجم المغرب طبعا، المهاجم الجبار يعني ما شاء الله عليه. فالناس دي كلها ضيعت فرص قد كده في الشوط الاول. فلو جمعت مثلا، كنت قاعد بتفرج على الماتش قلت لو جمعت اصحابي وعملنا فرقه، كوننا فريق كده من 11 لعيب، والله ممكن نكسب اوكلاند سيتي عادي جدا، عادي جدا. لو خدت زمايلي هنا في القناه كده واصحابي هنا في القناه ورحنا لعبنا اوكلاند هنكسب. فرقه ضعيفه جدا، مفيش اضعف من كده يا راجل، ده مفيش غير فرصه واحده يعني مهاره فرديه، لاعب وحيد تقريبا هو اللي عنده مهاره فرديه يعني. عارف يعدي، والله مع كامل احترامي لاوكلاند انا بتكلم بمنتهى الصراحه يعني. اوكلاند زبون في كاس العالم للانديه في اي نسخه، والناس دي انا نفسي اعرف هم بيلعبوا مين في القاره عندهم، في اوكيانوسيا بيلعبوا مين؟ اما اوكلاند بطل القاره دي، ها هو اللي بيتاهل كل سنه كاس العالم، هما بيلعبوا مين؟ انا مش عارف ايه المستويات الاضعف من كده، انا مش عارف مع كامل احترامي برضو يعني. فانجاز كبير جدا بالنسبه لهم ان هما الماتش يخلص 3-0 بس، والشوط الثاني ما استقبلوش ولا هدف، يا هما تعادلوا مع اتحاد جده الشوط الثاني 0-0. طبعا مجمل المباراه 3-0، اتحاد جده حقق المراد من الشوط الاول،
3-0، ريح دماغه. الشوط الثاني بقى الراجل غير بقى، ريح رومارينو نزل جوتا ده، تمام. رغم جوتا ده انا بشوفه يعني لعيب اوفر ريتد شويه يعني، ناس كتير جدا ريحت ونزل لاعب بعض اللاعبين وكلام من ده عشان ماتش الاهلي طبعا يوم الجمعه. خلاص انت بتتكلم بكره وبعده ماتش، خلاص خلال ساعات يعتبر يعني لعد التنازل لهذه المباراه ابتدى بكل التاكيد. فبالتالي مبروك لاتحاد جده، مبروك لجماهيره، تاهل مستحق بالطبع بالطبع، نظرا لفارق الامكانيات والمهارات والقدرات وكل شيء، والتفوق على مدار ال 90 دقيقه بالوقت بدل الضايع بكل شيء. فتاهلوا، واحنا هنا بنتكلم على ماتش مرتقب ما بين اتنين من اهم الفرق في المنطقه، في الشرق الاوسط وفي افريقيا وفي اسيا في الوطن العربي، بجماهيريه كبيره جدا. ما تيجي تتكلم على جماهيريه النادي الاهلي فحدث ولا حرج، ده النادي الاهلي المصري، ده النادي الاهلي المصري اللي جمهوره يكسر اي استاد من التشجيع، ده النادي الاهلي. واللي قلقان على النادي الاهلي يبقى مش عارف الاهلي كويس. ممكن تقلق في حته اصل الاهلي بقاله كام ماتش مش في مستواه، اصله الفرقه مش عارف ايه، فرص قد كده بتضيع. دي حاجات فنيه تقلق منها، لكن على شخصيه الاهلي تقلق؟ اوعى. ده النادي الاهلي بجمهوره الغفير اللي هيحضر في المباراه، في ملعب المباراه، تمام. قادر النادي الاهلي انه يكسب؟ قادر. قادر النادي الاهلي بعون الله باذن الله واحد احد يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب فريق كبير قوي زي فريق الاتحاد السعودي بإمكانياته ولاعبيه؟ قادر بشخصية النادي الأهلي. وأنا أتمنى وأتوقع إن الأهلي يفوق على الاتحاد. أتوقع الأهلي يفوق على الاتحاد. هتقول لي يا أمير ما تخليك موضوعي شوي، هقول لك لأ، أنا موضوعي، انا كده بتكلم معاك بموضوعيه، لان انا عارف كويس قوي زي ما انت عارف قيمه النادي الاهلي ولاعيبته وجهازه الفني وجماهيره. وخلي بالك الكلام اللي احنا بنقوله ده هو اللي مطلوب دلوقتي. سيبك بقى اصل كولر اخطاه، سيبك بقى اصل اللعيبه بتضيع، مش ده مش وقت، خلاص بقى. عارف في مثل كده دايما ابويا وامي كانوا يقعدوا يقولوا لي ايام بقى المذاكره وسمع، اللي ذاكر ذاكر. انا كنت واحد قلوق شويه، اللي ذاكر ذاكر. لا، الاهلي مذاكر، عارف الامور اللي هو محتاج انه يركز عليها، عارف ان الفرصه في مباراه اتحاد جده السعودي هي فرصه، الفرصه الواحده غاليه قوي، ثمينه جدا، لازم تستغلها. هما بيستغلوا فرص، انت بتضيع فرص. فلما تجيلك فرص او فرصه او اتنين في ماتش زي ده، لا مفيش هزار، مفيش هزار. انت دلوقتي داخل على مباراه للتاريخ. كان في مباراه تألمنا منها جدا جدا في 2005، الاهلي كان اول مره يتأهل كاس عالم بجيل ذهبي، ماشي، جيل ذهبي، تتكلم على ابو تريكه وبركات وعماد متعب وبتتكلم على عماد النحاس وكلم وائل جمعه وشادي محمد ومحمد شوقي وحسن مصطفى، اسماء ايه، اسماء ايه، عصام الحضري، نهار ابيض. جمهور النادي الاهلي كان مسافر ساعتها، كان مسافر ساعتها اليابان ماتشات، انا فاكر بقى الساعه 7 و9 الصبح و12 ده لما يكون الماتش متاخر يعني 12 الظهر، ونصحى بدري عشان خاطر نتفرج على الماتشات. ان جمهور الاهلي ساعتها كان مسافر رايح يجيب الكاس، يجيب كاس العالم ويرجع، ما كانش همه بقى في برشلونه ولا في مش عارف مين ولا مين في البطوله، تمام. كان رايح، كان ساعتها برشلونه ولا كان ساعتها ليفربول في البطوله دي على ما اتذكر يعني. كان رايح ياخد كاس العالم، ده جمهور الاهلي هو كان شايف كده. اتصدم بهدف محمد نور في الدقيقه 72 تقريبا ساعتها. خلص الماتش، الاهلي خسر، كانت صدمه. الشارع المصري كان الدنيا فاضيه. تمشي في الشارع ترمي الابره ترن. مش عايز اقول ان مباراه يوم الجمعه هي مباراه صقر، لا ابدا، انت بتتكلم في ماتش من 2005، من زمان. يعني داخل في حوالي 18 سنه. 17 18 سنة. فلا، لكن بتتكلم على جودة لاعبي النادي الأهلي اللي يقدروا إن هم يفوزوا على اتحاد جدة. هو مش الأهلي كسب الهلال؟ هتقولي معلش، هلال مثلا ساعتها كان فيه نجوم. طبعا كان فيه نجوم،
بس لما تيجي تتكلم على الجودة اللي عليت دلوقتي في الدوري السعودي من عدد كبير من اللاعبين العالميين، فهتتكلم في كواليتي اعلى من الماتش بتاع هلال الهلال السعودي. اقول لك والله ساعتها حتى كان الناس كلها التوقعات كانت رايحه ناحيه الهلال السعودي، كان معاه ايجالو، كان مش عارف معاه كام لعيب من اللعيبه الجامده يعني، واخد بالك؟ اوعى تقلل ابدا من قيمه الاهلي، اوعى. فباذن الله واحد احد النادي الاهلي يركز في المباراة دي بشكل كويس، يقدر بإذن الله بإذن الله إن هو يفوق على الاتحاد. خلي بالك الاتحاد مش في أفضل حالاته، ما تجيش تقول لي أه ده كسبوا أوكلاند 3، ده مش مقياس النهارده خالص يعني. أه فرقة محترمة أوي فرقة الاتحاد، فرقة تقيلة فيها أسماء تقيلة، ديكم شايفين أهو يعني. لكن هم مش في أفضل فتراتهم، زي ما الأهلي مش في أفضل فتراته، زي ما مانشستر سيتي مش في أفضل فتراته، زي ما في اسمه إيه الفريق البرازيلي فلومينينزي البرازيلي مش في أفضل فتراته، خسران آخر ماتش برضه. فلا يقدر النادي الاهلي باذن الله ان هو يعمل مباراه كبيره. انا بس متخوف على النادي الاهلي من حاجتين، الفرص، لان الفرصه زي ما قلت لحضرتك هتكون غاليه قوي، ومتخوف من الشوط الثاني. ليه؟ مش معنى الشوط الثاني، علشان الجوانب البدنيه في الاهلي بتقل في الشوط الثاني، بقى لهم الفرقه بقى لها فتره. تلاقي معدل البدني في النادي الاهلي الشوط الثاني بالتحديد تلاقي لا اللعيبه رجليها تقيله، مش قادرين مش قادرين. لكن في كل الأحوال الحسابات مختلفة، المباريات مختلفة، وكل مباراة بظروفها. إن شاء الله تكون ظروف المباراة دي في صالح النادي الأهلي بتوفيق من المولى عز وجل، بمساندة جماهيره، بمساندة جماهيره، وده أمر مطلوب جدا. فالتركيز مهم والمساندة مهمة، وده اللي هيخليني أروح لنقطة وأتمنى إن محدش يزعل مني فيها، لأن بصراحة الواحد لما يشوف حاجة غريبة على النادي الاهلي او اي حاجه غريبه ليها علاقه باي هيئه رياضيه في مصر لازم يتكلم عنها بكل يعني وضوح. انا النهارده صحيت الصبح، انا بصحى متاخر شويه، انتوا عارفين بنخلص البرنامج بالليل، فصحيت لقيت كده ايه الاستاذ المحترم جدا جدا جدا، على فكره هو شخصيه محترمه قوي قوي، خالد الجوادي، مترجم كولر، المترجم الخاص ل مستر مارشال كولر، الدكتور خالد الجوادي، من الشخصيات المحترمه جدا جدا المهذبه جدا، شخص عاشق للنادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي قوي، تمام، مقدر جدا هو تواجده في النادي الاهلي، لان دي حاجه يتمناها اي حد ايا كان ايه منصبه جوه النادي، في ناس بتحلم ان هي تبقى موجوده في الاهلي ايا كان المنصب. لكن انا استوقفني جدا البوست اللي كتبه على صفحته على فيسبوك النهارده، هو بيتكلم عن كولر وبيتكلم على الهجوم على كولر، اهو بوست طويل عريض، دفاع مستميت عن كولر. تقدر تقول كمان ايه، خلي بالك لما تيجي تقرا البوست ده هتلاقي فيه دانة، وانا مش يعني بقول لك ده اللي ممكن الناس تفهمه، ممكن ما يكونش هو يقصد الإدانة دي للاعبي النادي الأهلي، لكن أنت اللي بتدي فرصة للجمهور إن هو يفسر كلامك بما إنك واحد مسؤول في الجهاز الفني بمئة طريقة، بمئة تخيل. اللي أنا شايفه واللي حضراتكم شايفينه ده قدام حضراتكم على الشاشة ده غريب عن النادي الأهلي، مع كامل احترامي وتقديري للدكتور خالد الجوادي، ده غريب عن النادي الأهلي. هو في يا جماعة، هي نافورة السوشيال ميديا فتحت ليه؟ لعيب غضبان يروح مش عارف لمح لك بيه على ستوري، لعيب تاني يقول لك اصل مش عارف ايه، يجي مترجم يدافع، معلش مع كامل احترامي تاني ليه الدكتور خالد الجوادي، هو احنا دلوقتي يا جماعه هو في حد فوق النقد؟ طب هو في حد يقدر يقلل من كولر وامكانياته وانجازاته مع النادي الاهلي الموسم اللي فات؟ لا طبعا، اللي يقلل من كولر يبقى جاحد، لكن اللي ينتقد كولر له كل الحق في النقد الموضوعي المحترم. مش هو كولر ده مش ملاك، مش واحد النقد بالنسبه له ممنوع يعني، لا ينتقد، مفيش حد فوق النقد. النقطه الثانيه ان الدكتور خالد جوادي انت اصلا شهادتك مجروحه، انت الراجل المترجم بتاع كولر. النقطه الثالثه الدكتور خالد الجوادي انت مترجم وليس مدرب، أو لا ولست مدرب أو مدير فني أو ليك أدوار ليها علاقة بالإطار الفني للجهاز.
فما تيجي تلاقي الكلام زي كده ليه علاقة بجوانب فنية وإهدار الفرص، وماذا لو الفرص لم تهدر أو نصها جه؟ كانت الناس هتقول إيه عن كولر؟ أنا معاه في حتة إن لازم يكون في نقد موضوعي. يعني ما ينفعش حد يجي يطلع يقول لك كولر ده الراجل مش نافع ده لازم يمشي، اصل كولر ده مش عارف ايه، ده ما عندوش فكره، ده معلش كده سيبك من الناس اللي واخده المدرسه والسكه دي، سيبك منهم اصلا انت ما تسمعهمش. لكن يقول لك كولر اخطا في كذا، كولر كان المفروض يبدر مثلا تغييراته، هو موضوع التغييرات المتاخره ده معلش يعني كولر ما يلامش فيه؟ لا يلام فيه. احنا من اكتر الناس اللي اشادنا بكولر واللي لسه بناكد على كلامنا ان كولر ده مدرب جامد جدا وكويس جدا على فكره، وده راينا من الاول خالص. لكن لما بيغلط كولر طبيعي انه ينتقد. فتيجي تقول لك ما انت كده بيديني اللعيبه، اصل بتقول لو الفرص دي نصها كان جه كان الحال هيبقى ايه؟ ولا كان الكلام في الاعلام كان هيبقى عامل ازاي؟ ولا كان الكلام، طب انت هنا وانت مش واخد بالك يا دكتور خالد، انت بتدين لعيبه النادي الاهلي وانت واحد في الجهاز الفني بتاع النادي او واحد منوط بالترجمه في الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي، ترجمه كلام كولر للعيبه والجهاز الفني، ده مش دور حضرتك، ده مش دورك. وانا اللي اعرفه او اللي متعود او اللي يعني افهمه او المعروف عن النادي الاهلي او المتعرف عليه في النادي الاهلي ان مثل هذه الامور لن تقبل، لن تقبل. واعتقد ممكن يكون في وقفه. اتفهم جدا اي واحد يا جماعه حابب ان هو يعبر عن رايه، عبر عن رايك زي ما انت عايز، انت حر، بس ما تكونش في موقع مسؤوليه جوه النادي الاهلي ايا إن كان انت فين في الاهلي، ايا كان منصبك ايه في الاهلي، ايا إن كان انت دورك ايه في الاهلي. في حدود دايما الاهلي، لما كنا الناس تقعد تتكلم على الاهلي تتكلم على الاهلي، الاهلي اللي بيميزه ايه؟ ان في حدود ما ينفعش تعديها، ان في ليميتس معينة لو عدتها تبقى انت في مشكلة بالنسبة لك في الاهلي. انا بشوف ان الدكتور خالد الجوادي تاني، وهقول لك هو شخص محترم ومهذب وشخص جميل جدا جدا جدا، لكن تخطى هذه الحدود لانه خلق حالة من حالات الجدل على بوست زي ده، هو بيدافع فيه دفاع مستميت عن مستر مارسيل كولر، حقه انه يدافع، هو بيتكلم مع صحابه وهو بيتناقش مع اي حد، لكن مش على السوشيال ميديا. بتخلق حاله من حالات الجدل، حاله من حالات اللغط، بتحاول ان انت تلقي باللوم بشكل او باخر، سواء بطريقه اعتقد هي طريقه غير مباشره على الفرص اللي بتضيعها. هو مين اللي بيضيع الفرص؟ كلنا مقرين ان اللعيبه بتضيع الفرص، كلنا قلنا وانتقدنا اللاعبين ان هم عندهم بعض من الرعونه، شيء من الرعونه. فبالتالي خلينا نتكلم بموضوعية، ده خطأ كبير ارتكبه مترجم النادي الأهلي، لأن الأمور اللي زي دي اللي عرفه واللي كلكم تعرفوه ما تنفعش في النادي الأهلي. أكيد هيكون فيه زي نوع من أنواع إيه ال عارف اللي هو التنبيه مثلا، لا الأمر اللي زي ده ما يتكررش، لفت نظر، خلي بالك، لا الكلام ده مش في الأهلي، الكلام ده مش في الأهلي. الأهلي يا جماعة المسؤولين بتوعه، الفنيين بتوعه، اعضاء الجهاز الفني، اللاعبين، مش عارف ايه، ما بيبقوش على السوشيال ميديا بيقولوا ارائهم. ما ينفعش، ما ينفعش. حابب ان انت تقول رايك على السوشيال ميديا، سيب الاهلي وروح اتكلم في السوشيال ميديا براحتك، ابعد عن الاهلي وروح اتكلم في السوشيال ميديا براحتك. فالامور اللي زي دي مش مطلوبه اصلا قبل ماتش مهم زي اهلي واتحاد جده، انت بتتكلم كاس عالم، انت بتتكلم كاس عالم. فما هو احنا برضو احنا عمالين بنتكلم بقالنا كام يوم يا جماعه، الاهلي دعم مسانده ايا كانت الظروف، ايا كان انت قلقان على الفرقه بسبب المستويات الفتره الاخيره، النتائج، الكلام من ده، لا مش ده وقته، الوقت دعم ومسانده. لكن اللي بيحصل ده من المترجم الدكتور خالد الجوادي امر مش في وقته، مش مطلوب، بالعكس. فانا في الحقيقه ما عجبنيش في الحقيقه الموقف ده، مع كامل الاحترام لشخصه ده امر مفروغ منه يعني. طيب خلينا نطمن جمهور الاهلي وجمهور الكره المصريه بشكل عام، بما ان الاهلي ممثل مصر وافريقيا في كاس العالم للانديه، ونروح للسعوديه سريعا مع الصديق والزميل العزيز ورئيس تحرير برنامج بلس 90 على مدار اربع ايام السبت للثلاث، الاستاذ محمود الشوقي معانا على الهاتف من السعوديه عشان يطمنا على الفرقه. يا استاذ محمود اهلا وسهلا بيك، وحشنا كتير.
اهلا بك يا زميل، بحييك وبحيي كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. اخبارك ايه؟ طمنا عليك الاول، كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله، ولسه في الملعب او في محيط ملعب الجوهره بعد وقت طويل جدا. كل الناس انصرفت واحنا لسه طالعين بعد نهايه المؤتمر الصحفي لمباراه الافتتاح بين اتحاد جده واوكلاند سيتي الانجليزي. واجواء هنا رائعه صراحه، امطار غزيره من حين لاخر، لكن هي امطار الخير الحمد لله على المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. طبعا وهنا الناس كلها سعيده بكاس العالم وبالحدث الكبير اللي بتحتضنه المملكه لاول مره. وده بالمناسبه يا استاذ امير بنفكر الناس ان دي اخر نسخه لكاس العالم بشكلها الحالي. صح، بعد كده شكل جديد لكاس العالم بشكل مختلف. اتمنى ان شاء الله ان الاهلي يضع بصمه قويه في اخر نسخه بهذا الشكل، خاصه ان الاهلي واحد من رموز البطوله عبر تاريخها. اذا كان اوكلاند سيتي هو الاكثر مشاركه فالاهلي بياتي في المركز الثاني برصيد 9 مشاركات. بالظبط. النهارده كل الانظار اتجهت لملعب الجوهره عشان الافتتاح، لكن قبل ماتش الافتتاح ب3 ساعات الاهلي خاض مرانه الاول اليوم في الملعب الفرع رقم 3. وعلى فكره هو ملعب رائع، من الملاعب الجميله المجاوره لملعب الجوهره الرئيسي. كل اللعيبه شاركت في المران، مفيش اي غيابات، الحمد لله كل الامور طيبه. الجهاز الفني مركز في التفاصيل. مستر كولر حرص ان هو يعمل اجتماع موسع مع اللعيبه قبل المران. ما اتكلمش فيه على فكره يا اعتقد زمير. لقطات حصريه دي للتدريب النهارده. لا دي نقلا عن الموقع الرسمي. اعتقد ان هو اوكي. ما اتكلمش الراجل عن امور فنيه بقدر هو كان بيتكلم عن تحفيز اللعيبه في هذا المحفل الكبير. كل الانظمه بتتجه للاهلي على فكره. الاهلي مش مجرد رقم موجود او فريق موجود، لا الاهلي رقم في المعادله الصعبه طبعا. ودايما بيضع بصمات قويه في مثل هذه المناسبات الكبرى. كل اللعيبه الحمد لله بحاله طيبه. محمد عبد المنعم الناس كلها بتسال عليه. أيوة. محمد عبد المنعم حالته طيبه. وان شاء الله يشارك في في المباراه باذن الله. بكره هيبان اكتر موقف محمد عبد المنعم، لكن النهارده كان موجود وشارك في الجزء البدني. وكان موجود مع اللعيبه بشكل كامل. النهارده اشتمل المران الى على اجزاء بدنيه واجزاء فنيه في بعض الجمل التكتيكيه والقوات الثابته اللي بيحب مستر كولر اللي هو يمرن اللعيبه عليها. والامور بشكل عام طيبه جدا. مهندس خالد مرتجي رئيس البعثه داخل في كل التفاصيل تقريبا يا استاذ امير. بيتابع الموضوع عن كاس بصراحه. مفيش صغيره ولا كبيره الا وبيتكلم فيها مع مسؤول الفيفا ومسؤول اللجنه المنظمه بالبطوله. دكتور محمد شوقي كذلك رئيس اللجنه الطبيه والبطوله كان النهارده على تواصل مع مسؤول الفيفا لترتيب لبعض الامور الطبيه والاطمئنان على حاله البعثه بشكل عام. حاله البعثه كامله الحمد لله، ما فيش اي اصابات، ما فيش اي نزلات برد او ما شابه، وبالتالي كل الناس مستعده للايام القادمه واللقاء المرتقب امام اتحاد جده يوم الجمعه باذن الله. كولر ورفاقه اتفرجوا على الماتش داخل مقر الاقامه. ايوه. لكن بعض عناصر الجهاز الفني بعتها مستر كولر لاستاد الجوهره لمتابعه الفريق او المباراه عن قرب من الملعب نفسه. لكن اللعيبه كلها شافت المباراه بشكل جماعي داخل مقر الاقامه في احد الفنادق الكبرى الجديده الموجوده في وسط جده، ويبعد الفندق عن ملعب التدريب حوالي ربع ساعه فقط يا امير. وده برضه من الامور الايجابيه، يا دوب يعني الاتوبيس بيتحرك اقل من ربع ساعه بيوصل ملعب التدريب. بيوسف كامل وامور طيبه جدا للغايه. الحمد لله كل البعثه الخير. ان شاء الله طمنا باذن الله بكره. طيب. على اخر تفاصيل التدريب باذن الله. طيب. لو في اي جديد يعني. استاذ محمود عايز اسالك سؤال، انت كنت بتتفرج على ماتش اتحاد جده واوكلاند من الملعب مظبوط؟ مظبوط. طيب قول لي انطباعات جمهور اتحاد جده عن مواجهه النادي الاهلي وانطباعاتهم عن فرقه النادي الاهلي وازاي بيفكروا في الماتش ده، وبالتحديد بعد تفوقهم طبعا اللي كان متوقع جدا على اوكلاند سيتي. ازاي جمهور اتحاد جده وانت اكيد كنت قريب منهم وممكن تكون قريب كمان بعض المسؤولين هناك وبعض الاعضاء الفريق مثلا موجودين في المدرجات، ازاي بيشوفوا مباراه الاهلي يوم الجمعه اللي جاي؟ شوف الانطباعات مختلفة قبل الماتش. أيوة. وبعد الماتش. قبل الماتش طبعا كان في تخوف ان اوكلاند سيتي يعمل المفاجأة ويطيح باتحاد جدة من البطولة. اوكي. وبالتالي التفاؤل لدى جمهور اتحاد جدة او مسؤوليه او عناصر الفريق ما كانش بالدرجة الكبيرة. بعد الفوز بثلاثية طبعا الطموح بيزيد والتفاؤل بيزيد والثقة بتزيد. عشان كده بعض الجمهور
بعد المباراه فبتوعدوا الاهلي طبعا بحب طبعا طبعا اللعبه الكرويه، طبعا يعني في النهايه احنا كلنا اشقاء يعني، طبعا لكن النغمه اختلفت، تحجج يقدر يفوز على الاهلي في مباراه الجمعه، وانا طبعا كنت برد عليهم بالتبعيه ان الاهلي هيفوز عليكم يوم الجمعه بمنتهى طبعا الحب والود يعني. أكيد. لكن انا حبيت اتوقف قدام كلام كانتي كانت رجل اللي المباراه النهارده تصريحات استاذ امير، طبعا بيتكلم فيه عن الاهلي برضه يعني، انا بيتكلم ان المباراه المقبله هتكون قدام فريق صعب، هو وصف الاهلي بفريق الصعب واللي هو بطل افريقيا، وبالتالي المباراه هتكون صعبه، وعنده رغبه كانتي ورفاقه ان هم يكملوا في البطوله لابعد نقطه، لكن شدد ان مواجهه الفريق المصري الاهلي هيكون محطه صعبه للغايه امام اتحاد جده. دي تصريحات كانتي امبارح بنزيمه لو انت فاكر اتكلم برضه عن الاهلي بمنتهى الاحترام، وده يعكس لك مدى قيمه الاهلي في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه. طيب اذا كان الاهلي بيحترم اتحاد جده، فبالمقابل برضه اتحاد جده بيحترم الاهلي وبشده. طيب اللعيبه بقى، طمن جمهور الاهلي يا استاذ محمود على لعيبه الفريق بالتحديد، لان انت عارف الاجواء الفتره اللي فاتت الثقه مهزوزه شويه في الفرقه بسبب التعادلات، بسبب الاداء النتائج ما كانتش افضل حاجه. هل اللعيبه نفسها خرجت من الاجواء بتاعه المرحله الماضيه فيما يتعلق بالنتائج وسوء الاداء، واصبحوا خلاص بيركزوا بشكل تام في مباراه اتحاد جده وفي المرحله الحاليه والبطوله الكبيره بحجم بطوله كاس العالم للانديه، خرجوا خلاص من الاجواء دي ودخلوا اجواء كاس العالم للانديه وخرجوا من الحاله اللي كانوا عليها على الصعيد المعنوي والذهني والنفسي بكل تاكيد خلال الفتره اللي فاتت، ولا لا؟ شوف يا زميل بشكل واضح، اه بلا شك بلا شك لعيبه الاهلي عارفه ان العلاقه مع الجمهور تشهد توتر، اه ده طبعا واضح لان اكيد الجمهور غير راضي عن الاداء، اكيد الجهاز الفني كذلك اكيد حاسس بهذا الامر، لكن انا اللي انا شفته في وجوه اللعيبه امبارح والنهارده ايوه واكد لك ان في اصرار على ضروره تشريف اسم الاهلي، تمام، شايف ابتسامه مصحوبه بالثقه، تحدي ايضا لان الاهلي زي ما انت عارف اعتاد على الظهور في الدورات المقمعه بشكل مختلف، حتى لو كان داخل البطوله باداء محظوظ قبل البطوله المجمعه الوضع بيختلف مع بدء المنافسات. المره دي انت قدام منافسه قويه، اول مباراه ليك قدام اتحاد جده في البلد المضيف، وبالتالي المباراه سوف تزداد صعوبه عن اي لقاء سابق او مواجهات ماضيه في النسخ السابقه. اللي انا شايفه من الاهلي او لاعبته وتصريحات لاعبته زي الشناوي مثلا، ايوه بيقول لك ان احنا بنطمح لانجاز مونديالي جديد، ايوه نفس الامر بالنسبه لحسين الشحات اللي هو صاحب بصمات قويه وارقام قياسيه في كاس العالم، نفس الامر بالنسبه لمحمد هاني احد كباتن الفريق واللي هيكون قدام مواجهه قويه قدام زكريا الهاف ليفت بتاع اتحاد جده في ماتش الجمعه يا امير. طبعا فريق اتحاد جده بيضم عناصر قويه، والاهلي ونجوم الاهلي عارفين كويس ان هم بيواجهوا فريق بيضم عناصر فنيه مهمه في مراكز مختلفه، لكن مش معنى كده ان الاهلي اقل من اتحاد جده، لا طبعا الاهلي يمتلك في كل الخطوط لعيبه مميزه، عندك حارس المرمى محمد الشناوي مفيش اكتر من كده، تاريخ مشرف وطموح وثبات داخل الملعب، عندك محمد عبد المنعم في خط الدفاع لاعب مهم جدا طبعا من اهم المدافعين في قاره افريقيا، طبعا في خط الوسط عندك عناصر مهمه جدا زي امام عاشور واحد من اهم مواهب الكره المصريه، اكيد في الاطراف عندك لعيبه مهمه كتير، نتمنى ان شاء الله ان تكون الفرقه في حالتها، الماتش هيكون صعب صحيح اتحجد على ملعبه، لكن ان شاء الله الجمهور الاهلي اللي هيتواجد في المدرجات هيعطي الفريق دفعه، ومش هيكون الاهلي غريب في ملعب الجوهره، وده شيء مهم جدا يا استاذ امير ان الاهلي لن يكون غريبا في هذا الملعب الكبير. طبعا ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يفرح كل جماهير الكره المصريه وجماهيره تحديدا من خلال فوز وتاهل باذن الله واحد احد. استاذ محمود ان شاء الله نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله باذن الاهلي باذن الله الاهلي يكون موفق، وبشكرك شكرا جزيلا عن هذه او على هذه المداخله الاستاذ محمود شوقي الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير بلاس 90. طيب خلينا نروح على الجانب الاخر، مداخله مهمه جدا مع الكابتن الكبير الكابتن خالد جدالله نجم النادي الاهلي السابق، وناخد رؤيته الفنيه لمباراه الاهلي المرتقبه امام الاتحاد السعودي ورايه في اداء الاتحاد في مباراه اليوم امام اوكلاند بالتحديد. يا كابتن خالد اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي ليك يا امير. ازاي حضرتك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الله يخليك الحمد لله.
اتفرجت طبعا على مباراه الاتحاد جده واوكلاند النهارده، هل هي مقياس لمستوى الاتحاد قبل مباراه الاهلي، ولا نظرا ل يعني امكانيات فريق اوكلاند الضعيفه الى حد كبير ما نقدرش نحكم على فرقه اتحاد جده؟ رايك ايه؟ لا، الاتحاد عمل ماتش كويس. يمكن الاتحاد قبل كده من خلال مبارياته في الدوري السعودي انا متابعه، كان برضو فيه اهتزاز بالنسبه للاداء الفني، مظبوط. ولكن النهارده عملوا شوط اولاني عملوه بشكل كويس. ناقصين في لعيبه ناقصه اللي هو راس الحربه، حمد الله طبعا اهم واحد ده. من اللعيبه المهمين. ولكن الاتحاد ادى شوط اولاني. بالمناسبه يا كابتن، هو عنده شد في العضله الاماميه، احتمال ما يلحقش ماتش الاهلي، احتمال يعني. هو لو شد في العضله الاماميه لا يبقى مش هيلحق، يبقى يعني مش العضله هيلحق. الاماميه دي بتاخد وقت. تمام، اوكي. بالنسبه للبطوله، بطوله كبيره، كاس عالم الانديه، الدوافع بتاعت اللعيبه سواء عندنا في النادي الاهلي او بالنسبه لاتحاد جده، الدوافع في دوافع جديده والدوافع اتغيرت. العالم كله بيتفرج على البطوله. مباراه هتبقى قويه جدا ما بين فرقتين كبار جدا. كل فرقه عندها جماهير كبيره جدا هتساندها جوه ارض الملعب. وزي ما انا بقول دايما، المباريات الكبيره دي بتاعت التفاصيل الصغيره بتخلص بالتفاصيل الصغيره. مهم جدا على النادي الاهلي ولاعيبته يكونوا في قمه تركيزهم، سواء على الجانب الهجومي او الجانب الدفاعي. ومن انصاف الفرص، يعني الفرقه اللي هتقدر من انصاف الفرص ان هي تسجل هي اللي هيبقى اللي هي اللي هتكسب. ونتمنى ان التوفيق، برضه مهم جدا في الماتشات الكبيره دي، نتمنى ان التوفيق يكون مع لعيبه النادي الاهلي باذن الله تعالى، لان فرصه كبيره جدا للعيبه ان هم يتخطوا العروض اللي هي ما كانتش مقنعه ولا بالنسبه لينا ولا بالنسبه لجمهور بفوز على النادي اتحاد الأهلي. جده، بمجرد فوز الاهلي على اتحاد جده الجمهور هينسى اي حاجه كانت فاتت قبل كده. بالظبط. ودوافع جديده وطموحات جديده، وكل لعيب فرصة ليه كبيرة جدا ان هو يعبر عن نفسه، يعبر عن امكانياته. العالم كله بيتفرج على البطولة دي طبعا. وانا شايف ومقتنع بنسبة 100% ان النادي الاهلي باذن الله هيأدي مباراة كبيرة جدا، ولاعبتنا هيكونوا قد المسؤولية يا رب باذن الله واحد احد. طيب، بتنصح كولر بايه يا كابتن خالد؟ يعني ايه الجوانب الفنية او التكتيكية اللي ممكن تحاول تلقي الضوء عليها؟ لا، لازم تخلي بالك من كذا كولر، لازم تركز مثلا على الشق الدفاعي نوعا ما، لا لازم يكون في جوانب هجومية بشكل معين. رأيك ايه؟ ايه النصايح اللي انت ممكن توجهها بما انك واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، صاحب خبرة فنية كبيرة، النصايح اللي ممكن توجه لجهاز فني النادي الاهلي قبل هذه المباراة تكون ايه؟ اول حاجه ان اختيارات اللعيبه اللي هتبتدي الماتش يكونوا اكتر لعيبه لائقين بدنيا وفنيا بدنيا وكل حاجه. حضرتك ابتديت ببدنيا، طبعا نقطه مهمه جدا فعلا. بدنيا، لان الماتش هيبقى فيه جري كتير جدا. طبعا. ليه؟ لان انت الماتشات دي انت بتلعب قدام فرقه قويه، محتاج وانت بتدافع تدافع بشكل كويس جدا. وازاي تنتقل من الحاله الدفاعيه وتتحول للنواحي الهجوميه، دي محتاجه مجهود كبير جدا. فنمره واحد بدنيا، لازم اللعيبه اكتر ناس لائقين بدنيا يكونوا موجودين هم في البدايه. ما نشوفش بقى مثلا حاجات بقى اللي هي ساعات بيبقى لينا تعقيب عليها يعني. مفهوم. فنمره واحد اختيار التشكيل المناسب للمباراه. نمره اثنين اكيد هو اتفرج على فرقه اتحاد جده وقيمها بشكل كويس جدا. ازاي دفاعيا، نمره واحد انا هبتدي دفاعيا. ماشي. ازاي يبقى في تركيز كبير جدا. ازاي يبقى في نواحي من الرقابه، لان خط هجوم نادي الاتحاد قوي ولعيبه كويسين مهاريين على مستوى عالي، بدءا من كريم بنزيما ورومارينو. رومارينو ده لعيب هايل برازيلي جايب جون النهارده. وعندهم خط هجوم زي ما بقول لك قوي وسريع. بالظبط. وبيتحركوا من غير كوره كمان كويس جدا، بيخلقوا لنفسهم مساحات بشكل كويس جدا. محتاجين واحنا بندافع ازاي اللعيبه دي تتراقب بشكل كويس قوي. مظبوط. ازاي يكون في نسبه تركيز عاليه جدا. ازاي لاعبتنا في خط الدفاع ما تبصش على الكوره واللعيب يسرقه بتحرك بدون كوره. ازاي انا ببص على الكوره وببص على اللعيب. ازاي الرقابه في كل مكان، كل
كل ما كان في خط الدفاع يبقى فيه رقابه بشكل كويس جدا، تمام. ازاي خط الدفاع بتاعنا ما يعملش فاولات حوالين خط ال 18 سواء من العمق او من على الاجنب ما لهاش لازمه، لان هم برضو بيستغلوا الكرات الثابته بشكل كبير جدا. تمام. ده على المستوى الدفاعي. مستوى الهجومي ازاي نتحول بسرعه، ازاي نمره واحد لعيبه النادي الاهلي تلعب بالريتم السريع اللي هو معروف عنهم، لان دايما النادي الاهلي كل ما بيلعب برتم سريع من البدايه بتلاقي في خطوره، وبتلاقي لعيبه النادي الاهلي في مستواها اللي احنا نعرفه عنه. الريتم لو بقى بطيء لا بنطلع بره المود وما بيبقاش شكلنا كويس. ما هنا يا كابتن بيبقى في جزئيه مهمه بقى وسؤال مهم. هو دلوقتي لو الاهلي ابتدى المباراه برتم سريع، الفتره اللي فاتت كلها الاهلي بيعمل ضغط عالي نوعا ما في الشوط الاول، الشوط الثاني اللعيبه بتقل بدنيا كتير، فبالتالي بيبقى في خطوره على النادي الاهلي. انهي افضل؟ هل الاهلي يبتدي بتوازن على كافه الاصعده الفنيه والبدنيه في الشوط الاول عشان يقدر المباراه كلها يكون برتم واحد يتحكم من خلاله في مجريات المباراه، بالتالي يكون عنده فرص في الانتصار، ولا لازم ياخد المبادره زي ما حضرتك بتقول مثلا ويكون في رتم عالي في الشوط الاول ايا كان الشوط الثاني الامور والظروف هتكون ايه؟ لا هو طبعا البدايه تكون برتم عالي، تمام، لان البدايه في ماتش زي ده في جماهير كتيره من الفرقتين، مهم قوي ان انت زي ما بلغه الكوره ازاي تركب الماتش. احنا عايزين يبقى احنا الفعل من الاول مش رد الفعل. حلو حلو. وممكن عمليه تنظيم البذل الجهد دي بتتنظم مثلا، بيتوزع اي مدير فني طبعا زي كولر مدير فني كبير اكيد مش هيطلب من اللعيبه ان هي تلعب برتم عالي طول المباراه، ما حدش هيستحمل الكلام ده. أكيد. ازاي بتقسم مثلا الشوط الاولاني على ثلاث اجزاء، البدايه بيبقى فيها رتم سريع وضغط، وبعدين ممكن ربع ساعه اللي في النص بتحتفظ بالكوره وبتنقلها في التلت في نص الملعب او في التلت الهجومي، تاخد نفسك وبعدين بتنهي الشوط برضو برتم اسرع شويه. طبعا كل مباراه من المباريات الكبيره دي كل مدير فني بيحط السيناريوهات وبيمشي الماتش المفروض على مزاجه، من ناحيه الريتم ومن ناحيه بذل الجهد ومن ناحيه كل حاجه. فانا اتمنى ان احنا ما نكونش رد الفعل، احنا دايما يكون عندنا الفعل خلال المباراة. مزل. البداية مهمة جدا، بداية الماتش مهمة جدا. ازاي نركب الماتش بحيث ان فرقة اتحاد جدة، خد بالك برضو الناس المحترفين اللي عندهم كل ما هتضغط عليهم وهتلعب عليهم جامد ومش تديهم فرصة ان هم يستلموا الكورة، مش تديهم فرصة ان هم يلعبوا وهم مستريحين، دي هتطلعهم بره المود بتاعهم وتخليهم يتصرفوا، خصوصا في ظل الضغط الجماهيري اللي هيكون موجود اكيد، فلازم طبعًا الاهلي يستغل الجزئية دي. طبعا عايز اختم مع حضرتك برأيك التشكيل يكون ايه بالنسبة للنادي الاهلي، ويمكن الناس كلها متفقة على التشكيل اللي مثلا لعب بيه المباراة الأخيرة، لكن ممكن يكون في اختلاف شوية على الاثنين المساكين، ممكن محمد منعم يكون جنبه ياسر ولا رامي، ونتكلم ناحية اليمين أكرم ولا هاني. رأي حضرتك في التشكيل بشكل عام ممكن يكون ايه الأفضل بالنسبة للأهلي؟ يعني بالنسبة لحراسة المرمى طبعا محمد الشناوي، ناحية اليمين من وجهة نظري أيوة. انا يبقى أكرم توفيق، اكرم مش هاني، اكرم لا مش هاني، لان يعني اكرم هيبقى انسب لان هو اقوى شويه، شرس اكتر شويه في النواحي الدفاعيه، والجناح بتاع اتحاد جده خطر قوي ومهاري جدا جدا جدا. فانا ده من وجهه نظري، وطبعا مستر كولر هو ليه طبعا هو شايف ومين الانسب ومين ولكن احنا بنتكلم واحنا من بعيد كده يعني برؤيتنا، انا شايف ان اكرم ناحيه اليمين، محمد عبد المنعم طبعا وجنبه ياسر ابراهيم. ياسر مش رامي؟ لا ياسر. ليه يا كابتن؟ بيبقى فيه يعني الماتشات، في ماتشات كتيره لما محمد بيلعب جنب ياسر بيبقى التفاهم والانسجام اكتر، أوكي. واخدين على بعض اكتر، والشكل بيبقى احسن. ماشي. معلول شمال؟ معلول في ناحيه الشمال. نص الملعب هنا بقى المشكله في الاختيارات، ولكن انا اخر ماتش هو لعب مروان عطيه وديانج وقفشه، مروان عطيه وديانج وقفشه. حضرتك تفضل يعني ايه بقى؟ يبقى مين اللي يلعب في من الثلاثه؟ او لا انا ما انا 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 افضل ان احنا نلعب 4-2-3-1، يعني ما نلعبش ثلاثه في نص الملعب، نلعب اثنين ديفندرين في نص الملعب بس. ممكن يكونوا
مروان عطيه وديانج. وديانج اه وممكن قدامهم قفشه، زي قدامهم يبقى قفشه يعني 4 2 قدامهم يبقى قفشه. اه ده لو هيلعب 4 2 3 1، لكن هيبقى 4 3 3 مثلا يبقى امام. ممكن يكون امام، بس انا ما اعرفش امام قعد ليه الماتش اللي فات واللي قبليه، يعني برضو عدم اشتراكه في الفتره اللي فات في الشوط الثاني. اه ما انا ما اعرفش هو ما ابتداش ليه، ايه السبب؟ هل هو سليم ولا مش سليم؟ انما لو سليم وهنلعب ممكن ان هو يبتدي. تمام. برضه امام هيبقى عنده فرصه ان هو يثبت نفسه أكيد في بطوله كبيره اول مره يشترك فيها يعني. اكيد. الثلاثه اللي قدام ما فيش فيهم مشكله، حسين الشحات وكهربا وبيرسي. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله يا كابتن خالد. باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير كابتن خالد جدالله نجم النادي الاهلي السابق، كان بيتكلم معانا كرؤيه تحليليه ليها علاقه بمباراه اليوم بالنسبه لاتحاد الجده، اتحاد الجده مع اوكلاند ومواجهه نفس الفريق مع الاهلي باذن الله يوم الجمعه اللي جاي. ده كل ما يتعلق بالاهلي واخر استعداداته لهذه المباراه المرتقبه، وتحس كده ان الناس خلاص دخلت في اجواء الماتش ده، ماتش تقيل جامد ممتع مثير. ان شاء الله تكون الكفة أرجح للنادي الأهلي، إن شاء الله تكون النتيجة في الآخر لصالح النادي الأهلي، يكون اللعيبة والجهاز الفني في يومهم بإذن الله واحد أحد. كامل الدعم والمساندة لكولر، كامل الدعم والمساندة لكولر، لاعبين الجهاز الفني وراهم جمهور ورا الشاشات وفي الملعب هتلاقوا أعداد كبيرة قوي بإذن الله الأهلي يكون هو البطل في هذه المباراة. نروح لفاصل، بعد الفاصل كواليس. طيب في نادي الزمالك في بعض الاخبار المهمه، ويمكن ناس كتير جدا دايما بيسالونا عن اخر الكواليس التطورات اللي ليها علاقه بنادي الزمالك بالتحديد فيما يتعلق مثلا بملف فتوح وصبحي وزناري، وكمان موضوع النهارده تردد كلام عن رعايه جديده، فايه التفاصيل الجديده في الامور اللي زي دي؟ فخليني احكي لكم بعض الكواليس. اولا بالفعل في رعايه جديده بتقترب من نادي الزمالك، او شركه رعايه جديده تقترب من رعايه نادي الزمالك خلال المرحله المقبله، وستنعش خزينه نادي الزمالك بمبالغ ماليه معقوله جدا جدا في اشد الاحتياج ليها نادي الزمالك. وانا بقول لحضراتكم جمهور نادي الزمالك، يعني في ناس كتير جدا من اصدقائنا الزملكاويه بنتكلم ونتناقش مع بعض، مستعجلين، هم مستعجلين. المجلس جه بقى له شهر اهو، طب وشهر ونص اهو، طب وبعدين؟ لا مش عارف ايه اتعمل ولا ايه اتعمل ولا ايه اتعمل. جمهور الزمالك مستعجل يشوف فرقته ويشوف ناديه في احسن شكل بعد مرحله كانت صعبه جدا 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 في تاريخ نادي الزمالك، في تاريخ نادي الزمالك على كافه الاصعده سواء اداريا بقى وفنيا او كل شيء كل شيء. فالجمهور يعني برضه هو ايه؟ عايز يفرح، عايز يتبسط، في فرحه يعني زي مسكنات حصلت بفوز الزمالك في اخر 5 ماتشات بنوعا ما، في تطور ملحوظ، في اداء احسن، في توظيف جيد للاعبين، فالنتائج كانت ايجابيه لصالح نادي الزمالك في 3 بطولات فيهم 5 ماتشات، او 5 ماتشات كان تخللهم 3 بطولات. فده مصبر نادي الزمالك لحد كبير، او جمهور نادي الزمالك لحد كبير، بس كله عايز يسمع مثلا دلوقتي خبر ايه؟ يقول لك رسميا تم حل ازمه القيد بالنسبه لنادي الزمالك. ده اللي مستنيه جمهور نادي الزمالك. انا بطمن جمهور نادي الزمالك قريبا هتسمعوا الكلمه دي، قريبا هتسمعوا او هتقروا العنوان ده او هتسمعوه من خلال البرنامج او تسمعوا كلام من ده قريبا. الناس في نادي الزمالك كمجلس اعذروهم، اعذروهم، وانا والله بتكلم معاكم بمنتهى الامانه اللي في الدنيا والوضوح. ناس جايه على يعني اقول ايه، خراب، كان في خراب، مفيش حاجه هتتعمل في يوم وليله، انسى، مستحيل، ما ينفعش، مفيش منطق يقول كده، مفيش منطق يقول كده. بس في حاجه اسمها ايه؟ صبر. وانت بتصبر وانت بتتابع قايم مفيش مشكله، بس ما تستعجلش، ما تحكمش بشكل مبكر. ما هو دلوقتي جاي لك موضوع الرعايه ده، الناس شغاله، الناس مش ساكته، الناس بتحاول تجيب رعاه جدد، بتحاول تجيب موارد ماليه لنادي الزمالك عشان ما يضطرش مثلا نادي الزمالك يروح بيع مثلا زيزو لما يجي العرض الرسمي بتاع الشباب السعودي، يقول لك لا انا احتفظ بواحد زي زيزو، ده انا ازود على زيزو، انا نادي عايز اجيب بطولات وعايز اجيب القاب وعايز انافس لكل في كل بطوله. هو ده نادي الزمالك، هو ده جمهوره. فلا انا ما بيعش زيزو ولا حافظ عليه. طب انا حافظ على زيزو، انا محتاج فلوس، الفلوس هتيجي منين؟ من الرعاه. الرعاه هيجوا ازاي؟ لما يلاقوا ناس محترمه موجوده في نادي الزمالك بتدير النادي بشكل يليق باسم النادي وباسم الراعي اللي عايز يرعى النادي الكبير ده. وده اللي بيحصل دلوقتي.
اي حد يجي يتكلم من الرعاه يقول لك نادي الزمالك لا دلوقتي في استقرار اداري، في حسين لبيب، في هشام نصر، في احمد سليمان مع كامل الاحتفاظ بالالقاب للجميع يعني، في شخصيات محترمه موجوده، مفيش حد بيطلع يتلفظ، مفيش حد بيطلع مش عارف ايه، مفيش حد بيرجع في كلامه الكلام ده. فهو ما هو الرعاه بيتحركوا، هو بالرعاه بيروحوا الاهلي عشان تاريخ الاهلي وانجازات الاهلي العظيمه طبعا، وعشان في اداره محترمه في النادي الاهلي، وفي التزام بالعقود، وفي التزام بكل كلمه قبل العقد. نادي الزمالك هيبقى كده لو الامور فضلت مستقره بالنسبه للمجلس، وفضل المجلس متفاهم، ركز على الكلمه متفاهم، ها، والهدف يفضل زي ما هو دلوقتي كده الصالح العام لنادي الزمالك خلاص. فبالتالي الخير جاي باذن الله لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه، في راعي جديد ان شاء الله هيجيب فلوس حلوه بالنسبه للنادي. طيب نادي الزمالك عنده ماتش المصري، واعتقد في الدوري بعد كده عنده ماتش سيراميكا. في اتجاه في نادي الزمالك، صححوا لي لو مش سيراميكا اللي بعد المصري، يعني ماتش مصري ماتش قوي جدا يوم الخميس، ماتش حلو يعني، ماتش كوره حلو. فالماتش اللي بعديه هيكون بعد سيراميكا مثلا، لو سيراميكا مثلا لو انا فاكر صح، هيبقى في ماتش ودي لنادي الزمالك. الماتش الودي الهدف منه ايه؟ حاجه واحده، حاجه واحده، وانا بحيي عليها جدا الكابتن معتمد جمال. ايه هي الحاجه واحده؟ تجهيز محمود حمدي الونش. ده تفكير صح 100%. انت محتاج واحد زي ده بقيمته الدفاعيه المحترمه المميزه جدا زي محمود حمدي الونش، مدافع منتخب مصر، واحد افضل المدافعين في الكره المصريه، راجع من اصابه صعبه زي الرباط الصليبي. فانت عايز تجهزه، هتجيبه من الدار للنار تلعبه ماتشات؟ لا، انت عايز تطمن عليه في ماتش ودي. ده تفكير محترم جدا من الكابتن معتمد جمال، حاجه كويسه قوي. فهيكون في ماتش ودي قريب لنادي الزمالك، الماتش الودي ده هيشهد مشاركه، تمام، مشاركه الونش. الزمالك هيلعب المصري، بعد كده هيلعب ساجرادا الانجولي، وبعد كده الماتش الودي ده بقى، او ممكن يكون في سيراميكا الاول بعدين الماتش الودي، يعني المهم يعني في ماتش ودي بهدف تجهيز محمود حمدي الونش. طيب موضوع التجديد والتطورات اللي ليها علاقه بملف فتوح والزناري وصبحي، او بالتحديد فتوح وصبحي لان هم اللي عقودهم بتنتهي من بين الثلاثي، الزناري لسه عقده ممتد. الناس في نفسك بعيدا عن الوسطاء اللي شغالين على القصه دي، بعيدا، انا بتكلم على مستوى المسؤولين، لان امبارح او اول امبارح قلت لكم يا جماعه في فرق ما بين المحبين والوسطاء والمسؤولين في نادي الزمالك. كمسؤولين ما بيتحركوش بشكل رسمي بخصوص التجديد مع الاثنين دول، صبحي وفتوح، الوسطاء بيتحركوا مع فتوح خلاص. لكن على مستوى المسؤولين ما فيش اي حديث عن تجديد عقد فتوح وصبحي دلوقتي وانا بتكلم معاك. ممكن يبقى في بقى مستوى الرسمي اللي هو مستوى المسؤولين قريب، لكن دلوقتي مفيش اي حديث عن تجديد عقد الثنائي. طب الناس في نادي الزمالك منتظرين ايه عشان يتجدد العقد، او عشان يبتدوا يتكلموا في العقد ويبقى فيه شويه مرونه ومش عارف ايه وكلام من ده؟ هم عايزين مبادره من فتوح نفسه يجي يقول لهم يا جماعه انا عايز اجدد، صبح يجي يقول لهم انا يا جماعه اسف وعايز اجدد، الاثنين يعتذروا ويكون عندهم النيه الحقيقيه. حط تحت الحقيقيه دي مليون خط، النيه الحقيقيه لتجديد عقودهم مع نادي الزمالك. ساعتها مجلس اداره نادي الزمالك هيبتدي بقى ايه؟ يقيم الوضع، طب تعالوا نقعد، طب ايه السيناريو اللي من خلاله تقدموا اعتذار، واللي من خلاله احنا كمجلس واخدين قرار بالبيع نقدر ان احنا ناخد قرار يتناسب، او يعني ايه يخلي الامور تبقى في صالح كل الاطراف. الشكل البيان يكون ايه؟ بس لازم المبادره تكون من ناحيه اللعيبه. وده منطقي جدا بالنسبه لي، لان ده النادي ودول اللعيبه، ده الكيان ودول افراده، فبالتالي لازم المبادره تكون من ناحيتهم. ده اللي مجلس اداره نادي الزمالك منتظرينه في ملف التجديد. حته مشاركه الثنائي في المباريات من عدمه او من عدمه، ده متروك للجهاز الفني كابتن معتمد جمال. بس انا بقول لك بنسبه تصل ل 60% مش هيشاركوا، بنسبة قد تصل ل 60% مش هيشاركوا. لكن خلينا في نسبة تانية 40% وارد ان هم يتم اللجوء اليهم او الاستعانة بيهم طبقا للظروف الفنية، الاصابات الله لا يقدر ولا حاجة، هتضطر ساعتها يعني. لان انت دلوقتي عندك عواد ما شاء الله ماشي بشكل كويس، الله لا يقدر لو اتصاب، ما اعتقدش هتلاعب مثلا نديم او الحارس الثالث لنادي الزمالك، اعتقد هتلاعب صبحي، اعتقد.
لو مثلا عبد الشافي ربنا يا رب يديله الصحه وما يعني ويبعد عنه الاصابات، ما شاء الله ماشي بشكل ممتاز، هتلاعب حاتم سكر، طب ممكن ايقاف بتاع هتضطر تلعب فتوح مثلا، مثلا يعني بحاول ايه افكر معاكم بصوت عالي، لكن دي قصه بالنسبه للثنائي ده بالتحديد. زي ما قلت لكم حته الازمه بتاعت القيد، في انفراجه قريبه، في انفراجه قريبه في هذا الملف، وانا اتكلمت معاكم فيه بالمناسبه، في تواصل مع خالد بوطيب لحل القصه بتاعته الازمه بتاعته بشكل مبكر قبل ما يكون في قرارات اخرى. دي قصه مهمه جدا بمناسبه برضه موضوع الانفراجه الخاصه ب أزمة القيد. احنا كان معانا فنجادة في مداخلة عبر زوم يوم السبت، وجبنا لحضراتكم كل التفاصيل، والراجل بنفسه هو أحد الوسطاء في هذا الملف ما بين الزمالك وسبورتنج لشبونة، وقال إنه قريب هتسمعوا خبر كويس بالنسبة لجمهور نادي الزمالك إن الأزمة دي تتحل ويكون في اتفاق يتم التواصل أو التوصل إليه ما بين الطرفين. يعني حتة الصفقات تاني، لأن برضو جمهور نادي الزمالك بيسألنا كتير على الملف ده، حتة الصفقات، هل طب الزمالك بيفكر في صفقات؟ بص تاني هقولها لكم زي ما قلتها قبل كده، أكيد في تحضير، في تحضير، في جس نبض، في تجهيز، بس في يعني الناس متكتفة، أنت برضو أزمة القيد، أنت تيجي تتكلم عليها بتقول له تعالى أنا عايز، طب هتحل القيد عندك الأول وأنا حاجة، ف مش بالصوره اللي ممكن يكون الناس متخيلها او الناس تتكلم فيها، حته ان الزمالك بيتفاوض مع فلان بيتفاوض مع علان، لا الزمالك بيتمنى التعاقد مع فلان او بيخطط للتفاوض مع فلان، بيخطط للتعاقد مع علان، عايز يكون شكل معين للفريق بشكل يليق بقيمه فرقه نادي الزمالك، فالتفكير ماشي بالشكل، التخطيط بيتم، الخطوات الرسميه مش دلوقتي، مش بتحصل دلوقتي كخطوات رسميه. خلاص الناس اتكلمت على حته ان مروان حمدي الزمالك داخل في مفاوضات معاه، الكلام ده غير حقيقي بالمره، نادي الزمالك ما فكرش خالص في مروان حمدي اللاعب المعروض للبيع من قبل اداره المصري البورسعيدي بسبب ازمته مع الجمهور. احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم في موضوع مروان حمدي واهتمام النادي الاهلي اللي زال قائم، اهتمام النادي الاهلي ايا كان بقى نتيجه المفاوضات، بس انا قلت لحضراتكم في اهتمام كبير جدا من النادي الاهلي بمروان حمدي المهاجم الدولي الشهير. يعني الناس برضو كانت بتسال هو احمد حمدي هيروح الزمالك؟ احمد حمدي لاعب الاهلي السابق والجونه واللي احترف في 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 مونتريال الكندي واللي فسخ عقده ورجع خلاص بقى موجود حتى هذه اللحظه طبقا المعلومه اللي عندنا، احمد حمدي مش حسابات نادي الزمالك، يعني لان البعض من جمهور نادي الزمالك طالب بالتعاقد مع هذا اللاعب، هو لاعب موهوب بالمناسبه. يعني حته رحيل اي لاعب من لاعبين نادي الزمالك في شهر يناير دي مش محل نقاش دلوقتي، لان انت منتظر برضو ملف القيد يتحسم، فبالتالي يتحسم او يتحل ملف او ازمه القيد تتحل، فبالتالي تفكر تمشي مين وتجيب مين وكلام من ده، تخش بقى في الشغل المهم ده. ده بخصوص كل ما يتعلق بنادي الزمالك، التدريبات مستمره، الزمالك بيستعد طبعا للمباراه المقبله امام المصري باذن الله يوم الخميس اللي جاي، ونتمنى التوفيق للفرقتين ونتمتع بالماتش بشكل كويس، لان الماتشات كلاسيكيه حلوه في الحقيقه. مباراة طبعا هتكون في اطار الدوري المصري. طيب بعيدا عن كرة القدم خلينا نروح لملف اخر غاية في الاهمية، بس في خبر مهم انا نسيت اتكلم فيه، لان في اللاعب البرازيلي جواو رافائيل اللي هو لاعب فريق الكرة الطائرة السابق بنادي الزمالك هدد باللجوء الى الاتحاد الدولي للعبة بشكوى ضد نادي الزمالك، وده بسبب ان مستحقاته متأخرة. واللاعب كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال لك بناء على طلبكم انتظرت ولم ارفع دعوى قضائيه ضد نادي الزمالك بعد مرور شهرين تقريبا على الانتخابات، ولم يتحدث معي احد من الزمالك في الشان المالي، اتمنى ان القصه دي تتحل، واعتقد ان مجلس اداره نادي الزمالك مش هيسكت على حاجه زي كده وهيحلها، طالما اللاعب ليه مستحقات فعلا. تمام، فاللاعب نفسه ادى مهله لنهايه شهر يناير، ادى مهله لنهايه شهر يناير، عفوا لغايه نهايه الشهر الحالي اللي هو شهر ديسمبر قبل بدايه شهر يناير، عشان ياخد مستحقاته، لو ما فيش مستحقات خدها هيروح ايه يشتكي على طول الاتحاد الدولي للعبه. يعني فدي من ضمن الامور اللي لازم ياخد باله منها مسؤولي نادي الزمالك، واكيد واخدين بالهم واكيد هيعالجوها. طيب بعيدا بقى عن الجانب اللي ليه علاقه بنادي الزمالك، في مشكله كده وازمه ما بين الاتحاد المصري لرياضه صيد الاسماك وما بين وزاره البيئه.
الازمه ليها علاقه بان كان في بطوله كاس مصر المفروض كانت تتلعب من الفتره بتاعه 28 نوفمبر لحد 3 ديسمبر. وزاره البيئه رفضت خالص ان البطوله دي تقام، يعني لاسباب ليها علاقه ب يعني منع صيد الاسماك وليها علاقه بجوانب اخرى بخلاف التقييم الغير يعني دقيق شويه لشكل البطوله والمنافسه والاسلوب والطريقه بتاعه الصيد والاسماك والامور المهمه اللي زي دي. فعشان نقرب للصوره بشكل اكبر ونعرف حقيقه هذه الازمه ما بين الاتحاد المصري لرياضه صيد الاسماك وايضا وزاره البيئه، خلينا ناخد رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك وهو المهندس محمد قداح معانا على الهاتف. يا باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أخبار حضرتك يا فندم، كله تمام؟ والله الحمد لله. يا ريت تشرح لنا الأزمة، هي أصلا عبارة عن إيه؟ القصة المشكلة فيها إيه؟ طب وزارة البيئة ليه منع إن البطولة كانت تقام مرحلة في خلال الفترة اللي فاتت؟ احكي لنا التفاصيل بشكل أدق بعد إذنك يا فندم. حاضر يا فندم. اتفضل. احنا عشان نعمل اي بطوله في البحر بناخد عدد من الموافقات. اوكي. لازم نقدم عدد موافقات عشان ناخد البطوله دي. بناخد موافقه الامن العام، بناخد موافقه الثروه السمكيه، بناخد موافقه البيئه، بناخد موافقه الامن العام، بناخد موافقه القاعده البحريه، بننسق مع مركب مخابرات. يعني عمليه طويله ومرهقه. ماشي. واحنا كنا قدمنا لوزاره البيئه، لجهاز البيئه يعني. قدمنا له طلب ان احنا عايزين نعمل بطوله في الجمهوريه. اوكي. نبعت نسال، محدش بيرد. لو عايزين رد. محدش بيرد من وزاره البيئه. محدش بيرد من وزاره. اوكي. اوكي. لمده 40 يوم. لا 41 يوم بالظبط. على مدار ال 40 يوم انتوا خلال ال 40 يوم دول بتبعتوا للوزاره. وبنبعت. أوكي. بقى بتكلفنا، لان انا ببعت للعاصمه الاداريه. حد يروح ويرجع تاني للاتحاد. ماشي. مشوار يعني. ماشي. ويرجع طبعا خفيف حنين. المشكله بقى ان هم طلعوا جواب منع ليله المسابقه. ليله المسابقه؟ ليلة يعني المسابقة. يعني المفروض المسابقه هتقام مثلا النهارده، هم امبارح بالليل راحوا مطلعين المنع. بالظبط كده. ده برضو الطريقه ممكن تكون غريبه نوعا ما في الحقيقه، لان اكيد في تنظيم وفي امور او خطوات انتوا خدتوها في اطار انطلاق المسابقه. طبعا. لا ده في فرق طالعه. الفرق دي بتحجز لانشات. اللانشات غاليه مش رخيصه. ايوه، ما لسه كنت عايز اسالك عن الخسائر الماديه وراء هذا القرار. الخسائر الماديه جامده، سواء في اللانشات سواء في، وخساره ماديه برضو يعني حجز اوتيلات. طبعا. وبشتري طعم. وساعات بتحب تحاول تزود على العده بتاعتك. وانتقالات وحكام. وعاشه حكام. يعني بص العمليه كبيره، كانت فيها خسائر ماديه غاليه جدا. يمكن تتعدى المليون ونص. يعني يا فندم معلش برضه عشان اكون فاهم، انتوا اللي مضايقكم شويه كاتحاد او اللي مستغربين شويه كاتحاد توقيت المنع ولا اصلا مبدا منع اقامه البطوله؟ لا بص حضرتك، مبدا منع اقامه البطوله ده قائم على التعنت في الاتحاد. احنا بطولاتنا في تعنت، في تعنت مقصود. وكل ما بتحصل مشكله في البحر الاحمر يقول لك ده سبب اتحاد الصيد المصري. ده سبب صيد المصرفين والاغنياء. ده سبب مش عارف ايه. العمليه زادت عن حدها بشكل مش معقول. واحب اقول لحضرتك ان الاتحاد المصري ده تاسس سنه 82. وانا عضو في اعرق منظمه في العالم لصيد الاسماك واستدامة صيد الاسماك والصيد الاخلاقي والمحافظه على البيئه. بيعملوا ابحاث كمان. ما احنا عاملين قوانين خاصه جدا بالاتحاد. طب معلش يا فندم، يعني ليه حضرتك وصفت المنع ده بالتعنت وهم في الاول وفي الاخر برضه هم وزاره البيئه واكيد حريصين على مثلا الثروه السمكيه في البحر الاحمر، على اليه الصيد، على ليهم اكيد معايير معينه برضه. يا فندم احنا بنصطاد ببوصه وخيط مكنه، احنا هنيجي ايه جنب احنا هنيجي ايه جنب الشنشله؟ مفهوم. هنيجي ايه جنب مراكب الجر؟ اوكي.
وبعدين عرفنا برضو ان في 19 مركب شنشله شغالين في سفاجه والغردقه. سفاجه والغردقه دول مناطق سياحيه مش مفروض فيها يكون فيها اي نوع من السير التجاري. اوكي. ازاي بتوافق على سير تجاري وترفض سير رياضي؟ تمام، يعني اعتقد الرؤيه كده اتضحت، وطبعا لو في اي تعليق او رد من وزاره البيئه لهم حق الرد. اتمنى ان شاء الله المشكله دي تتحل في المرحله المقبله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس محمد قداح. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين في بلس 90 فقره النقد الرياضي. بينورنا وشرفنا نجومنا الكبار في النقد الرياضي، استاذ احمد جلال. يا استاذ احمد ازيك؟ اهلا بيك يا الزمير، عامل ايه؟ كويس كله تمام الحمد لله. استاذ محمد ابو علي منورنا ومشرفنا. حبيبي امير، انت منور الدنيا وسعيد طبعا انا موجود مع الاساتذه الكبار، يعني منورنا ومشرفنا كمان. مش اخ صغير ولا اخ كبير، واحد. استاذ محمد مراد منورنا ومشرفنا. يا استاذ محمد سعيد اني موجود معاكم مع استاذ احمد واسم محمد ابو علي. مطقمين انا وانت مع بعض النهارده. وابو علي كان هيبقى زينا لان صلاه اسود بقول قلتنا بس ما عرفش. ماشي، بصوا يا جماعه احنا عندنا كواليس كتير جدا ان شاء الله هنقولها في الفقره دي، فممكن الريتم بتاعنا يكون اسرع شويه. فخلينا نبتدي باستاذ احمد جلال، لان بالتحديد خلاص دخلنا اجواء كاس عالم. النهارده الاتحاد فاز على اوكلاند، فوز متوقع جدا، لكن مباراه الاهلي هي المباراه المنتظره والمرتقبه. اجواء الفرقه دلوقتي بالتحديد بعد مرحله كانت صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، تعادلات، اداء مش جيد، لكن داخل على ماتش تقيل جماهيري كلاسيكي كاس عالم في الاول في الاخر، بتشوف الماتش ده ازاي والاجواء اللي حوالين الفريق؟ احنا قدام كلاسيكو العرب دلوقتي طبعا، يعني دول الفرقتين اللذان يمثلان العرب طبعًا. كلهم أكيد. مش بس مصر والسعوديه، صح، والفرقتين جامدين. صحيح اتحاد جده عنده كانتي، عنده بنزيما، عنده حجازي، عنده فابيانو، عنده اسماء كبيره، يعني اسماء كبيره جدا، فابينو كانتي ورومارينو، كل تقيل. الاسماء دي تقيله، لكن الاهلي عنده اسماء تقيله برضه اكيد، يعني ما ينفعش ان احنا نقول الاسماء دي والناحيه الثانيه نقول لا الاهلي ما عندوش اسماء تقيله. صح، لا اسماء تقيله في منتخباتها، وبيرسي تاو مش تقيل في جنوب افريقيا طبعا طبعا، ده احسن لاعب في قاره افريقيا. طيب مثلا الشناوي مش احسن حارس مع بونو في افريقيا؟ بس ممكن دلوقتي حد يجي يقول لك انت معلش بتقارن مثلا بنزيما احسن لعيب في العالم السنه اللي فاتت ببيرسي تاو، يعني لا انا بتكلم فرقه فرقه. ماشي اوكي، يعني دايما كنت بقول لك يا امير ان قيمه الاهلي في هذا الجيل ان النجم هو الفريق. ايوه دي نقطه مهمه، يعني دي ميزه كبيره جدا في النادي الاهلي. عشان كده احنا منتظرين بقى صحوه وانتفاضه من لعيبه الاهلي زي اللي حصلت في ماتش الهلال السعودي. أوكي. لما قال لك القيمه السوقيه هنا كام والقيمه السوقيه هنا كام، وبدات نوع من التحفيز للعيبه النادي الاهلي عشان يثبتوا ان هم يستطيعوا ان هم يقدموا كره قويه جدا. وبالفعل الاهلي فاز بالاربعه، صحيح اتطرد اثنين لعيبه من الهلال، لكن الاهلي من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه حتى قبل الطرد كان متفوق، احرز هدف، مسيطر على اجواء المباراه. فالمباراه مش هتكون سهله لا على ده ولا على ده. هنا بقى تظهر قيمه الخبرات في الفرقتين. نتمنى النادي الاهلي يكون هو كفته ارجح بالطبع، يا رب يا رب، ده طبيعي يا رب. وكمان عايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه طبعا ده المفاجأة بقى، إيه؟ اقوى من جمهور اتحاد جدة في السعودية، اقوى من ناحية يعني؟ يعني افضل، يعني اكبر شعبية وجماهيرية. الاهلي أوكي. يعني مش هتحس الاهلي مش بس غريب في ملعبه. لا الاهلي هيكون له السطوة الجماهيرية في الملعب، يعني هتلاقي الملعب كويس، ملعب جوهر المشعة، هتلاقي جمهور الاهلي ان شاء الله مش اقل، لا هيزيد كمان عن جمهور اتحاد جدة. فكل الاجواء بتقول المباراة هتبقى قوية. قدرة الاهلي بقى على ان هو يفسد مفعوم بعض المفاتيح، هو ده المهم. ماتش النهارده طبعا طبيعي ان هو مفاتيح كتير قوي بصراحه، ماشي، بس في النهايه انت الاهلي لما بيلعب فريق كبير بيظهر هنا قيمه اللعيب الكبير. صح، هتشوف بقى محمد عبد المنعم عايز يؤكد جدارته لما يلعب على كريم بنزيما. طبعا هتشوف كانتي في نص الملعب، هل بقى ديانج بقى هتشوف ديانج او مروان عطيه بنفس القيمه. هتشوف عمرو السوليه، مهم قوي، عمرو السوليه مهم قوي، وانا كمان صراحه يعني عمرو السوليه لعيب كوره مهم، كله ادوار مهمه جدا جدا، مش بس كلاعب كويس او كلاعب كبير، كخبرة. لا ككابتن وقائد طبعًا. الملعب نص الملعب ده، يعني انا بشبهه ان هو عايز يبتدي ماتش شيرس. تتمنى يبتدي ماتش؟ اتمنى والله. أتمنى على حساب مين؟ على حساب مين يعني؟ انت النهارده لو لعبت مروان عطيه والسوليه وامام عاشور، الملعب يستحمل. ساتلعب واحد بس 6 و2 8 كالعاده زي يعني الاهلي بيلعب، يعني هو سوليه ما اعرفش دافع، لا بيعرف طيب، عنده مميزات. امام عاشور ما اعرفش ده، هو امام عاشور بيلعب 6 وبيلعب 8. صح، وكمان لو عايز تلعب جناح هيلعب
لو لعبوا 10 هيلعب طبعا. كل ده موجود طبعا، في اسماء تانية كبيره لكن الفرايتي اللي موجود او التنوع اللي موجود، انا بقول لك الماتش هيبقى مش سهل ابدا، لا على ده ولا ده ولا على ده، لكن اتمنى النادي الاهلي يحسمها باذن الله رب العالمين. تمام ابو علي، مباراه طبعا منتظره طبعاً. كلنا ان شاء الله النادي الاهلي ربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. بتشوف الماتش ازاي الاول، وبالتحديد عايز منك تعليق على كلام دكتور خالد الجوادي ودفاعه عن كولر، ورايك ايه في القصه اللي حصلت النهارده؟ تمام، وهل ده وقتها اصلا ولا لا يعني؟ بالظبط. خليني في البدايه اتكلم معاك على الماتش. الماتش صعب جدا على الفرقتين، مش فرقه واحده. جماهير اتحاد جده لما بنتكلم مع زمايلنا هناك يعني في جده، او الناس اخواتنا السعوديين على تواصل بقى سواء على تويتر او على الواتساب، الناس بتتكلم ان ماتش الاهلي صعب جدا. هم مش عاملين حساب ماتش اوكلاند خالص، وعارفين ان فرقه متواضعه يعني فنيا، ضعيفه ومتواضعه فنيا، والنادي الاهلي العقبه بالنسبه لهم. زمتك مش لو لمينا بعض ورحنا لعبناهم هنكسب ولا لا؟ انا شايف ان هم يعني حتى ما يعني مش ما عندهمش كوره، ما عندهمش ميه ساقعه. شايلين هم ماتش الاهلي. النادي الاهلي بالرغم من الكلام الكتير اللي بيتقال ان المستوى والكلام ده كله، كاس العالم روح تانية واجواء تانية وحماس تاني ودوافع تانية جديده خالص عند اللعيبه. كولر اتعامل مع اللعيبه كمان بشكل كويس قوي في المحاضره اللي بعد مباراه شباب بلوزداد، واتكلم مع اللعيبه على اهميه البطوله وازاي البطوله دي هي الاهم في مشوارنا الفتره دي. واللعيبه نفسها لما بتتكلم مع اي لعيب يقول لك لا احنا مركزين واخدين المباراه كويس، عارفين ان احنا هنقابل منافس قوي. الراجل كان محضر فايلين، فايل لاوكلاند وفايل اتحاد جده، وكان مركز على اتحاد جده، عارف أكيد. ان نسب اتحاد جده فوز كانت كبيره. اكيد بدا من النهارده بعد المباراه يعني اتكلم كده مع اللعيبه، كانوا اتفرجوا كلهم على الماتش. وابتدى يتكلم مع اللعيبه على يعني فنيا على الفرقه وبتاع، ومن بكره هيبتدوا يشتغلوا على فرقه اتحاد جده وحضروا ليها. كويس. انا وجهه نظري اللي هيبقى ليه الغلبه في نص الملعب في ماتش زي ده، خاصه اتحاد جده من الفرق دفاعيا انا شايف ان هي عندها مشاكل كتير حتى بعد عوده احمد حجازي. شايف ان هم هجوميا فريق محترم جدا، ومحتاج الاهلي يتعامل معاهم بشكل تكتيكي معين، ان لازم ديانج ومروان يبقوا موجودين في نص الملعب أكيد. بمهام دفاعيه اكتر منها هجوميه. وشايف ان دور قفشه في المباراه دي بالنسبه لي هيبقى اهم من امام عاشور. قفشه اهم من امام قفشه بيعرف يعمل الربط اللي بين الدفاع والهجوم، وينقل النادي الاهلي من الدفاع للهجوم بشكل اسرع. أوكي. يعني بينزل بيستلم الكوره بيوزع الكوره سريع. امام بيحاول او في سمه امام الفتره الاخيره انه بيمشي بالكوره كتير، يعني بيستلم وعايز يمشي ويتحرك، ده بيؤدي ان الكوره ساعات بتتقطع منه تبقى هجمه مرتده على الاهلي. صح. او ما بينقلش الفريق من الحاله الدفاعيه الهجوميه بشكل اسرع. اكيد مارسيل كولر هو عنده يعني هو القرار بقى والرؤيه القرار، لكن مباراه محتاجه خبرات، محتاجه لعيبه تتعامل بهدوء مع الماتش. ميزه النادي الاهلي او يعني الناس تربت عليه مع النادي الاهلي، لا اخشى احد ولكن طبعا. يحترم الجميع. ده سر نجاح النادي الاهلي. يعني يقول لك الاهلي خايف من اتحاد جده، الاهلي خايف، ما فيش الكلام ده. الاهلي لعب مع بايرن ميونخ، عمل مباراه كبيره، لعب مع ريال مدريد كان بيهاجم يعني 87 كره قفشه تخليك 2-2 صح، بترد معاك بيبقى 4-1 فالماتش بيتقلب في لحظه. لكن حتى كريم بنزيما اتكلم وقال ان النادي الاهلي يعني خصم لا يستهان به، وعمل معانا مباراه كبيره، فاللي يعمل ماتش كبير مع فرق الاهلي كسب كل فرق القارات عدا قاره اوروبا في كاس العالم خلال الثمان مشاركات بتاعته. دي نقطه. بالنسبه لكلام الاستاذ خالد جوادي، هو واحد من الناس المحترمه جدا انا بثق فيه جدا، انسان امين في نقل المعلومه حتى في تعامله معانا في المؤتمرات الصحفيه او كولر، ما فيش خلاف انه مدير فني كبير جدا طبعا. انا واحد من الناس يمكن اللي الراجل كان موجه لهم الكلام، لان انا كنت كتبت بوست بعد مباراه شباب بلوزداد، مش عشان الراجل فنيا وحش او عشان الراجل يعني مش هو ده المدير، لا الراجل حقق انجاز كبير جدا مع النادي الاهلي ومدرب كبير، لكن انا كنت شايف ان كولر ركز اداريا في حاجات اثرت على شغله الفني. خدت من الجزء الفني شوية. الناس في النادي الاهلي في لجنه التخطيط والاداره يعني اتكلموا معاه في النقطه دي. يعني دخل نفسه برضه في جدال مع بعض اللعيبه، وابتدى يبقى في تركيز في حاجات معينه. وجهه نظري كان يعني ان الراجل الحاجات دي اثرت على مستوى، لازم يكون عنده تفرغ على الصعيد الفني يعني بالظبط. لكن بيني وبينك يا امير، لما شفت شكل الفرق كلها بقى في الدوري الافريقي، صن داونز، الوداد، سيمبا، ترجي، الاهلي، بقيت على يقين ان اللي الاهلي بيمر فيه ده مرحله
وهيفوق من منها النادي الاهلي ويعني وهيظهر بمستواه اللي احنا نعرفه، وان اللي حصل في الدوري الافريقي ده اثر على الفرق كلها. هل التوقيت بتاع التصريحات دي كان مظبوط؟ النقطه بقى اللي عايز اتكلم فيها وان الراجل اتسلم للاعلام او الراجل اتسلم للناس اللي بتهاجمه او الكلام ده، انا شايفها ما تنفعش في النادي الاهلي، دي حاجه. النقطه الثانيه، انا عندي ماتش بعد 3 ايام مهم جدا في افتتاح ماتشات في كاس العالم، فتوقيت البوست كان غريب جدا. ومين في الاهلي اصلا ينفع يكتب حاجه على السوشيال ميديا؟ انا لما كان الوقت كتبت امير الكلام بتاعي ده الناس زعلوا جدا مني، في حتى باشمهندس خالد مرتضى كنت بتكلم معاه النهارده كان زعلان، بيقول لي يعني توقيت والكلام والراجل اللي عمل معانا نتائج، يعني الناس في الاداره زعلانين عشان اللي اتكتب سواء مني او من بعض الزملاء على مارسيل كولر. ده بعد الماتش الاخير يعني. اوكي. ما انا كنت بتكلم بعد ماتش الشباب والوداد، ان الاهلي لعب 7 ماتشات 5 تعادل وهزيمه وفوز، فمش دي الارقام او دي النتائج بتاعت النادي الاهلي. فالناس في الاداره زعلانين ومتضايقين من اللي بيحصل مع الراجل، وبيقولوا ان ده مش توقيت، واحنا وقالوا كده في الفتره الاخيره مش هنقعد مع مارسيلو كولر، بالعكس ده ليه كل الدعم. طبعا فريق داخل على كاس عالم انديه، انت امير لو كملت مع اتحاد جده هتلعب لاخر يوم في البطوله. صح. يعني لو ربنا كرم الاهلي وكمل تلعب لاخر يوم، تخرج منه على السوبر بيراميدز وسيراميكا وفيوتشر، ماتشات صعبه جدا. لو الله لا قدر ما كملش اتحاد جده هتطلع على اتحاد شباب بوليسداد في الجزائر، ترجع على السوبر المصري في الامارات، فبرضه في كل الاحوال انت عندك فتره صعبه جدا. فالناس قالوا مش هنتكلم مع راجل خاص، ودي كل الدعم صح الفتره دي لحد ما يعدي المرحله دي، فمفيش حد سلم الراجل الاعلام ولا في حد. اصل يا جماعه ما هو كولر طبيعي زي اي حد مراد ينتقد يعني. لسه بقى كنت عايز اقول لك النقطه دي. يعني ده طبيعي. في فرق اعملها لما تتكلم. قلت نقط كتير قوي. طب يا جماعه اقول نقطه. في فرق بقى ان انت تنتقد او تتكلم على الراجل بمنتهى الادب والاحترام، تنتقد تراجع الفريق. انا بقول لك الاهلي لاعب من بعد المعسكر حوالي 11 ماتش او 12 ماتش. فاز بتهيألي ماتشين الاهلي في اخر 11 ماتش للاهلي فاز في 3 فقط وتعادل في 7 وخسر في 1 بالظبط. فالارقام مش ارقام النادي الاهلي. انت خدت فتره راحه صح، عملت معسكر محترم، دعمت بلعيب مهم زي امام عاشور ورضا سليم، دول بالنسبه لي لعيبه. الاصابه اثرت في موضوع سليم، يعني الخلاصه التوقيت مش صح. التوقيت لكن طبعا كولر ليه كل الدعم خلال الفتره الجايه. تمام. مراد، عشان اقفل حته الاهلي، مباراة اتحاد جدة، هل بتشوف ان في فرص للاهلي للفوز في هذه المباراة؟ انا بسألك السؤال ده وانا ما ينفعش ان انا اسأله، لكن الانطباعات على السوشيال ميديا تلاقي الناس قلقانة شوية على النادي الاهلي عشان الفترة اللي فاتت وعشان النتائج الأخيرة، بتشوف ايه؟ بص، طبعا الجماهير قلقانة، طبعا قلقانة زي ما انت اتكلمت وقلت ان اخر 11 مباراة. اعتقد انت لو رجعت مثلا 6 7 سنين اخر مش هتلاقي ما حصلتش. مش هتلاقي الاهلي حقق الارقام السلبية حتى في اسوأ حالاته. يعني مش هتلاقي الاهلي حقق الارقام السلبية دي في يعني في معظم زي ما انت بتقول معظم المواسم اللي فاتت. بص، حاجة أمير ايجابية، يعني التصريحات بعد مباراة الاهلي والاتحاد، لعيبة الاتحاد كلها معظم التصريحات كلمة واحدة بس، الحمد لله، يعني هم عدوا اوكلاند سيتي داخلين على ماتش صعب قدام الاهلي. يعني حجازي قال نفس التصريح، المدير الفني قال لك احنا داخلين على ماتش صعب اصعب امام الاهلي، كانتي قال لك عارفين يعني شفنا ماتشات للاهلي وعارفين ان احنا هنواجه فريق صعب، فده ياكد لك ان هم يعني حاملين هم فريق النادي الاهلي وعارفين قوه النادي الاهلي، فدي حاجه سلبيه وحاجه ايجابيه. سلبيه طبعا، يعني حاجه ايجابيه الاول ان هو ان انت داخل هيبقوا مداخلين برضك متحفزين قدامك وعايزين يقدموا ماتش قوي، فممكن انت يعني تستغل النقطه دي يعني لصالحك، ان انت برضك الاهلي او اللعيبه المصريين تحديدا في الماتشات الصعبه او الماتشات الكبيره دي بيبقى في تحدي، بيظهروا مستوى كويس قوي. سواء على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه او على وتحديدا الاهلي في الحته دي بالذات. الجماهير كمان في الغربه بتبقى طبعا. بص، انا هتكلم على حته الجماهير. طبعا يعني جماهير مصر تحديدا في اي مكان، سواء في الامارات سواء في قطر سواء في السعوديه، بيبقوا موجودين وموجودين بكثر يعني. وزي ما الاستاذ احمد جلال قال، انا شايف تصريح امبارح للكابتن مدحت شلبي برده في نفس المنطق، ان جماهير الاهلي تبقى موجوده في السعوديه هتبقى موجوده يعني بكثرة، ممكن تتخطى جماهير نادي الاتحاد السعودي، وده اللي نامله ان شاء الله يبقوا موجودين ان شاء الله. في حاجه بقى سلبيه يا امير، ان انت الاهلي وماتش الاهلي والهلال السعودي بتاع السنه قبل فاتت والرباعيه اللي انت حققتها، فدي طبعا ايوه فدي طبعا
الاتحاد هيبقى شايل همها طبعا، هيبقى مركز اكتر في حاجه زي دي، وان السيناريو ده مش هيتكرر تاني. أكيد. لكن طبعا ماتش صعب، ماتش قوي جدا، بتلعب بفرقه يعني بتضم يعني في كل مركز بتضم لعيب من افضل اللعيبه في العالم. سواء طبعا بنزيما، سواء كانتي، سواء ناس كتير، مورين فابينو، يعني لعيب كويس جدا. طبعا احمد حجازي لسه راجع عوده مهمه جدا، السلامه، والحارس بتاعه كويس جدا برضه. والحارس هم فرقه يعني فرقه فيها اكتر من لعيب مميز، لكن ان شاء الله الاهلي قادر. يعني على فكره هم خايفين من الاهلي يا جماعه، الناس تبقى عارفه هم خايفين جدا من الاهلي. انا بقول لك الاربع تصريحات اللي بعد الماتش، وده طبيعي على فكره، هم خايفين من الاهلي، ده الاهلي برضه. دي حاجه كويسه، دي تديك اجابه ان الاهلي برضه ان الفرقه الثانيه عامله حسابك، فتديك حاجه يعني حافز طبعا ان انت تخش ان شاء الله المباراه وانت عندك افضليه ان انت الفرقه زي دي شايل همك. اختلف مع ابو علي في حته اللعيب اللي هو مكسب في ماتشات الاهلي في البطولات دي. انا شايف ان حسين الشحات هو اللعيب يعني شوكر. لا بتكلم على نص الملعب على يعني شايف ان حسين الشحات في الماتشات، حسين وبيرسي وكهربا ما فيش خلاف يعني تحديدا ما بنشوفهم يعني في البطوله دي تحديدا، سواء هو نجم كاس عالم ايام كان في العين هو يتالق الاسماء غير اللي انا قلتها. ده يعكس لك ايه؟ ان في تنوع في الاهلي. صح، يعني قلت اسماء فابو علي شاف اسماء ثانيه الاهلي، وده معناه ايه؟ ان الاهلي عنده في الحته دي محمد الشناوي، هدي ماك من قوه الاهلي على فكره، افضل حارس في افريقيا مع احترامي. محمد عبد المنعم افضل مدافع في افريقيا، امام عاشور ومروان عطيه من افضل لعيبه في خط الوسط، واليو ديانج طبعا لعيب، وعلي معلول من افضل لو رجع ويعني كان موجود في الاسماء المرشحه لاحسن طبعا. لا علي معلول طبعا خبره كبيره، كريم الدبيس لعيب كويس، محمد هاني بقى له فتره يعني ماشي كويس، ماشي كويس جدا وشايل منتخب مصر، اكرم موجود واكرم كوكو ودي ماتشات اكرم محمد هاني، محمد هاني بيتحول في كاس العالم بيبقى جامد جدا، بيتلعب قدام البايرن ميونخ يسجل وقدام مونتيري ان شاء الله. طب فانت عندك يعني زي ما هم عندهم لعيبه برضو كبيره، انت عندك لعيبه برضو مهمه وتقدر تغيرها. ان شاء الله الاهلي يكون موفق. خش لي بقى في الكواليس بقى، تخش في الان بقى، خش يلا. انا هسال سؤال ويعني الناس برضو يعني تشاركنا مع السوشيال ميديا. يلا بينا. لو كان كابتن سيد عبد الحفيظ موجود، كان خالد الجوري طلع قال الكلام ده؟ هل كان بيعمل كده وكابتن سيد عبد الحفيظ موجود؟ بص انا عن نفسي لان هنا بقى ما هي دي يا جماعه شغله مدير الكوره. انا هنا لا اقلل من الكابتن خالد بيب، بالعكس انا احد واحد من اهم الناس اللي بتدعم خالد بيب. انا بزعم من انا كده، انا ضد المقارنه ما بين كابتن خالد بيب وكابتن سيد الحقيقه. هنا مش مقارنات، انما هنا بتكلم عن موقف. لان في فرق خبرات وفرق سنين طويله لكابتن سيد. لو انا اتكلمت عن المقارنه بشكل عام ويبقى انا راجل ظالم. طبعا انا بتكلم في موقف كموقف. اوكي اتفضل. الموقف هنا يحتاج من الكابتن خالد بيبو سرعة احتواء الموقف والكلام مع كولر قبل ما اتكلم مع استاذ خالد الجوادي او دكتور خالد الجوادي. تمام. لازم يا جماعه ما نتكلمش كتير، لان فكره ان هو تسلم الاعلام اي حد معدي في الشارع هيفهم ايه؟ هيفهم ان الاداره ابتدت تهاجم الاداره سلمته. بعد ما هي اللي بتسلم كلمه هنا الفعل هنا يا جماعه كلمه اتسلم، كولر اتسلم الاعلام. مين اللي هيتسلم من كولر الاعلام؟ طبعا ده كلام يبقى الاداره. كلام بصراحه غريب، او يعني اقول ايه بس كلام غريب يعني فيها بره مع احنا ثلاثه يعني هنا يا جماعه احنا بنحط النقط في الحروف كلنا داعمين للاهلي، واكن هي حاجه غريبه ان مدير فني ينتقد. يا جماعه ما طبيعي يعني ما هو مفيش حد بيعمل كل قراراته صح يعني، وطبيعي كل الناس تنتقد عادي. ليه بتكلم هنا يا جماعه؟ عشان في حاجات محتاجه الوقفه هنا، دي مهمه مدير الكوره اكيد هيكون في دوره على الخط بقى، وان هو يتكلم على الحكام. لا دي مش دوره، ده مش دوره. انا بتكلم مثلا لما جه مشجع وانفعل واحتج على كولر وكابتن خالد بيبي واقف برضو، لقيته ساكت. ماشي، من حق الناس تنفعل في مدرج وتغضب وعلى السوشيال ميديا ماشي، بس في النهايه انت لما يكون قدامك موقف ازاي بقى تحتوي الموقف؟ هي دي القيمه اللي بيعملها، خاصه ان كابتن خالد بيبي خد موقف قوي جدا مع اللعيبه المستبعدين اللي هم بعضهم سافر، وقال لهم اياك حد يكتب حاجه على السوشيال ميديا وغرامه نص مليون جنيه. صح. ده موقف محترم طبعا. كان ينبغي بقى ان انا عنصر من عناصر الجهاز ان انا اتعامل معاه. معلش مع احترامي يعني، هو غير متوقع بالمره ان مترجم المدير الفني هو كمان هيطلع يكتب بوست على لا ما دي مش اول مره، انا اسف. بالنسبه لخالد الجوادي حصلت مره واثنين وثلاثه، عايز اقولك عملها هو ايام الكابتن سيد برضه، كانت ايام كابتن سيد، عملها مرتين قبل كده. ايوه انا كنت عايز ارد عليك في القصه، انا عشان كده بسال، ما انا قلت بسال. هو التوقيت يا استاذ احمد، التوقيت، انت فرقه رايحه تلعب المبدا يا ابو علي مش جدا. لا كمان التوقيت، ما هو برضه يعني من الحكمه ان انا حتى لو هكتب حاجه او هقول حاجه بنتقي التوقيت المعين اللي يسمح لي ان انا اكتب حاجه زي كده.
هو في استياء صح. في استياء بس الناس لم انا اعتقد ان كابتن سيد ما عداش موقف زي ده الوقت ده لا يمكن يعدي برضه الراجل كان مقيد لا ما هو لو ما كانش عدى لو عدى ما كانش ده اتعمل ما كانش اتعمل ما هو دي الفكره بقى ان انا يعني معنى كده ان هو واخد سبورت من الراجل هو في منصب في منصب منتظر لكابتن سيد في الاهلي الكلام اللي داير دلوقتي ان كابتن سيد ممكن يكون مدير تنفيذي لشركه الكره في النادي الاهلي دي معلومه عندك اه بعد كاس السوبر امير توفيق ماسك لسه ماسك المنصب القائم بقى ما عشان كده لو تلاحظ بيكتب القائم باعمال المدير التنفيذي ففي كلام ان الكابتن سيد يعرض عليه هذا المنصب بس الكابتن سيد في اكتر من بقى. تصريح من بعد ما مشي قال لك لا انا حابب ان انا بعد فتره صح هيطلب لهذا المنصب وخلي بالك المنصب عادل القاي وهو من الذكاء الشديد ان هو ما يقول تصريح بيبقى قصده لكن مش عايز يوحي من المعلومه بشكل كامل قال لك المنصب بقى صغير على الكابتن سيد وهناك منصب اخر ينتظره كابتن المنصب عادل القاي هو رئيس شركه الكره في الاهلي فده بطرح هل هيتم ولا لا اتمنى ان الكابتن سيد يوافق تمام بس كاس العالم الانديه ممكن يعمل لنا مشكله ليه ممكن كاس السوبر يتاكل شويه كاس السوبر المصري ما هو احسبها كده لا لا ما هم متفقين كل الكلام ده خلاص 22 والسوبر المصري 25 هتطلع من هنا لهنا هنشوف ماشي بس ده ابو علي تذكر الطرح ابو علي هو كان 24 فاجلوه يقول 25 كده بالظبط كده دلوقتي في لغط كبير جدا بخصوص صفقات الاهلي يعني يمكن تردد كلام اعتقد انت اتكلمت في حته اكيم بتاع بلديه المحله ايه القصه بتاعته اللاعب النيجيري بص عشان في ناس عندها لبس ويعني وابتدت تتكلم وبتتكلم بصوت حتى مش حلو خالص وقعدوا يقولوا الناس مش عارف مش فاهمه والناس الجهلاء والكلام الفارغ ده يعني فبس انا هوضح احنا بنشتغل ازاي او الواحد بيستقي معلوماته ازاي انا يمكن تواصلت مع الوكلاء بتوع اللاعب تواصلت مع ناس في الاهلي تواصلت مع ناس في الدائره المحيطه بالولد نفسه اللي الناس ما تعرفوش الولد عنده مشكله ايه هي ما عندوش ترانسفير ماركت هو جاي طبعا من نادي يعني بعيد خالص مغمور جدا من اول يوم ولفت الانظار بقوه في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك كمان فعلا والناس شايفينه قماشه ثانيه هو لفت الانظار بالنسبه لكل المتابعين في الحقيقه لعيب كويس قماشه ثانيه لعيب كورته حلوه جدا جريء جدا موهوب بيقدر يعني عنده عين ثالثه على راي كابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحه يا رب فلعيب الراجل معجب بيه كله فاللي عرفته او اللي خلانا اتكلمنا في القصه دي كولر معجب بيه ولعيب كويس قوي تمام ووصل لكولر ان الولد تحت السن حلو الوكلاء الاهلي حصل تفاوض مع الولد والوكلاء نفسهم قالوا ان الولد مواليد 2003 ماشي ولما سالته عرفت ان الولد معاه جوازين سفر جوازين سفر جواز مش عارف 2002 وجواز 2003 لا والله دي غريبه يعني انت عارف افريقيا ومشاكلها وبتاع فالنادي الاهلي تعامل ان الولد تحت السن وابتدى يتكلم اللي هو 2003 بس 2002 يبقى خلاص ما 2002 مش تحت السن وانت عارف انت عندك مشكله في اللعيبه الكبيره فالاهلي كان شغال على حته ان الولد تحت السن ويقدر يبقى موجود معاك من يناير ماشي فلما حصل اللبس ده ابتدى النادي الاهلي دلوقتي يعيد حساباته في قصه ما فيش مكان انت تجيب اللعيب انت عندك اجانب بخلاف القندوسي معار وبتفكر تشوف هتعمل ايه مع مودست وتصفي معاه وتجيب حد تاني القصه اللي انت عارفها ماشي. والناس كلها عارفاها فالواد بعد ما اكتشاف قصه ال 2002 والاهلي خايف من حته ال يعني اللي يبقى فوق السن وفوق السن والجواز السفر والكلام ده ابتدى الاهلي يعمل هولد للقصه شويه ويشوفوا المصير او مصير اللاعب هيمشي ازاي لكن اللاعب حصل اهتمام من النادي الاهلي الوكلاء نفسهم اسلام وعبد الرحمن هم بالفعل هم الاثنين دول وكلاء محمد مجدي قفشه يعني واشتغلوا مع النادي الاهلي في اكتر من لو عبد الرحمن اعتقد عبد الرحمن واسلام هم الاثنين مع بعض ناس محترمة وبيعملوا شغل مع الأهلي بقالهم فترة وبتاع يعني عرضوا على إدارة التعاقدات في النادي الأهلي وأمير توفيق لكن القصة بتاعت الجوازين صفر دول هي اللي وقفت اللبس بقى والقصة في حتة السن بتاع الولد والأهلي لما بيجي يسرش أو بتعرف من خلال الترانسفير ماركت اللاعب مواليد كام الولد ملوش ترانسفير ماركت وحتى لما بيحاولوا يدوروا عليه او بيانات فالوكلاء قالوا ان اللعيب صغير تحت السن تمام اكتشف الاهلي القصه دي فالموضوع معمول عليه هولد دلوقتي ده بس يعني احنا بنقول المعلومه للاخ اللي هو طلع وقعد يخبط فينا النهارده ويقول جهلاء ومش جهلاء مش مستاهله يا جماعه والله الكلام ده في كل الاحوال كل يعني كل الناس تجتهد وبتحاول تجيب معلومه وابو علي من الناس اللي بتجيب معلومه في الحقيقه انا في الموضوع ده لا انا الصفقه انا متاكد منها لما انا قلت مروان حمدي ولقيت الناس كلها ما تيجي نتناقش كده هو ممكن يجي حتى لو فوق السن فوق السن صعب لا فوق السن دلوقتي هقول لكم بس لعيب مميز قوي بس لا دلوقتي ما هو ليه لا اقول لك ممكن ليه
هو بيلعب ايه؟ لا ما بقول لك ليه، انت بتقول لا انا بقول لك ليه ليه هو بيلعب 8 ماشي وبيلعب جناح يمين وممكن يلعب جناح شمال صح. خلاص اذا حصل وموديست ما اظهرلناش كرامات في كاس العالم للانديه اكيد مهاجم مكانه بقى يعني مش انا هقول لك اهو ماشي انت بتتكلم في اكثر من لاعب محلي من ضمنهم مروان احمد امين اوفا وأوف. تمام اذا جبت احمد امين اوفا اوفا دلوقتي اقرب للزمالك خد بالك والله اوكي تاني انت طيب بص انا بكلم مع احمد لا أنا احمد رأفت انا مش بكذبك ثواني بس ثواني عشان واحد اروح واحد من الوكلاء المحترمين جدا مراد واجي الخناقه دي عشان دي نقطه مهمه جدا عشان في خناقه تانية باخد معلوماتي من وكيله دايركت فهو طيب في خناقه تانية يا مراد فين الشقه قبل ما نفجر ثواني بس ثواني بس عشان ايه الناس تبقى معانا فتوح وصبحي ايه التطورات بالنسبه لهم التجديد القصه ماشيه ازاي هيلعبوا اصلا مع الزمالك الفتره الجايه ولا لا بص يعني حاجه انا شايفها من وجهه نظر كارثيه يعني الطلب من فتوح وصبحي في الجلسات الاخيره اللي هي امبارح والنهارده ان انتم مش هتنزلوا الملعب الا ما تمضوا على العقود الجديده بدون تحديد بقى اي قيمه او اي حاجه او اي اتفاق ده تاكيدا للكلام اللي احنا قلناه يوم السبت اللي فات مش هتنزلوا الملعب الا ما تمضوا على عقود ماشي. ما تكلموش بقى في العقود دي هياخدوا كام او هيعملوا ايه او يسووا لمدي وخلي بالك من حاجه هم نزلوا اللعيبه نزلوا التدريب بس نزلوا التدريب البدني ما نزلوش أيوة التدريب التاهيليه التدريبات التاهيليه وساعه التقسيمه شكرا بنشكركم اطلعوا خلاص لا ده حتى التدريبات التاهيليه مش مع الفريق لوحدهم برنامج خاص يعني بيهم يعني النهارده شاركوا في جزء بسيط جدا من التدريب البدني اللي في الاول بس وصح ودي حاجه انا شايفها مش كويسه ان انت يعني خلاص انت في طريقك ان انت تحل المشكله وفي ناس بيتدخلوا زي ما احنا قلنا من فتره طويله ان ممدوح عباس و وعمرو جاني مع حفظ الالقاب بيتدخلوا عشان يحلوا الموضوع بيوصلوا لصيغه اتفاق مع اللعيبه تحديدا صبحي او فتوح يشوفوا هياخدوا كام لكن انا بقول لك ان دلوقتي يعني امبارح 48 ساعه الاخيره دي ايوه الموضوع بدا يتقلب تاني يعني كان الدنيا كانت رايحه ان يبقى في صلح وان اللعيبه ممكن خلاص يعني طب تشوف الدنيا بتقفل تاني يعني الدنيا بتقفل وبتقفل كعلاقه ما بين الثنائي والنادي طبعا بشكل صعب صبحي انا بقول لك يعني اسهمه بنسبه 70% و80% هيبقى خارج نادي الزمالك الفتره اللي جايه بيراميدز هو الاقرب وفي كلام حصل وزي ما قلت لك من فتره الزمالك كان عايز يعمل مبادله ياخد احمد الشناوي ومحمد صبحي كلام رجع تاني يتجدد تاني دلوقتي ان ممكن الشناوي يروح الزمالك لكن احمد الشناوي المعلومه اللي عندي ان هو يعني متحفظ او رافض ان هو خلاص هو راجل بياخد عقد معين صعب ياخده في الزمالك بياخد عقد ومستمر مع نادي الزمالك مع بيراميدز نفس امر محمد صبحي خلاص يعني لو اتعرض عليه مبلغ وهو معروض عليه مبلغ مالي شايف ان هو كويس في بيراميدز مراد اديني قول لي صبحي وفتوح في الزمالك هيكملوا ولا ماشيين؟ ما انا بقول لك دلوقتي الدنيا يعني ال 48 ساعه الاخر دول الدنيا بتقفل يعني الدنيا بتقفل وشايف ان هم يعني يعني تواجدهم في الزمالك شايف يعني صبحي بيراميدز ان هو هيبقى صعب صبحي بيراميدز فتوح يا اهلي يا هيكمل في الزمالك يعني دلوقتي اسهمه في الاهلي بقت اعلى في الاهلي تمام حته رمضان صبحي برضو كوضح رمضان صبحي الناس اللي بتتكلم ان رمضان صبحي ممكن يروح الزمالك انا بقول لك بنسبه 99% الموضوع هيبقى صعب ان في شرط جزائي المعلومه اللي عندي ان في شرط جزائي في عقد رمضان صبحي ان هو لو هينتقل لنادي في الدوري المصري يسدد عقده اللي خده من بيراميدز كامل الا اذا رمضان صبحي عقده انتهى فهو حر عقده لسه في السنه اللي جايه انا نهايه الموسم اللي جاي انا بقول لك اهتمام نادي الزمالك هيفضل قائم رمضان صبحي يعني ايا كان هيجي يعني من ايام المشروع مرتضى منصور مجلس مرتضى منصور السنه اللي طبعا كان في تواصل كبير جدا وكان في تقارب وجهات النظر وكان هيدفع المبلغ اللي هو كان بيراميدز كان عايزينه وقتها وكانوا هياخدوا رمضان صبحي لكن الموضوع وقف بسبب عدم الوصول لصيغه ماليه كامله عقب في حته رمضان دي في حاجه قول يعني انا تواصلت مع حد مقرب يعني سواء من النادي او من اللاعب ومفيش اي حاجه بخصوص مفيش حاجه رسمي طبعا لكن اهتمام الزمالك ولا بيراميدز هيسيب رمضان اوكي الزمالك انا بقول لك دي معلومه بقى الزمالك عايز يجيب رمضان صبحي لا انا عارف انا مش بتكلم على كده كده بقول لك حته بقى ان الموضوع خلص في خطوه رسميه كامله ده لا ما حصلش يعني عشان يسيب بيراميدز ويمشي ياخد يدفع شرط جزائي عقد برافو عليك صح بالظبط الناس عايزه كامل ده حوالي اي حاجه من الكلام ده حوالي 100 وكام مليون وقال لك احنا ما عندناش اصلا رغبه او يعني اذا بيراميدز وافق ان هو ايه بقول لك انا بقول لك مثلا بيراميدز قال لك احنا ما عندناش اصلا يعني حتى مرونه ان احنا نتكلم في قصه رمضان تمام انت عايز تضيف حاجه في الحته يا جماعه انا بقول لكم ويعني والله الشاهد على ما اقول يعني بيراميدز مستعد يبقى رمضان صبحي في اي وقت
حد يقدم له عرضه من مصر ما عندوش مشكله. بكام يعني لو الزمالك قدم؟ قال لك ما خلاص بقى قدم الاول. تقدم عشان تشتري، عشان تشتري واحد زي رمضان من بره. ماشي، هو قال لك هم عايزين يبقوا، هم عايزين يبقوا. هتدفع لك اللي وصل له لغايه دلوقتي، اوصل له عرض تركي بنص اللي بياخده في بيراميدز. فطبعا هو اللي ما راحش طبعا، يعني هم كانوا عايزين يبيعوه. طيب عايز اجابات سريعه، موضوع عايز انا مش بجيبش من عندي. طيب ده موضوع اوف ها؟ لا ده موضوع برمضان. اوكي اوكي، انا بوريه للمسؤولين نفسهم. انت مصر عليه، هم منفتحين. طيب انا عايز اجابات سريعه في موضوع الخناقه اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي، اوفا ومروان حمدي. اوفا عنده عرضين من ليبيا وعرض قومي الزمالك. ماشي، لحد دلوقتي ما فيش حاجه مع اللاعب بخصوص النادي الاهلي، بس فيه اهتمام. هو فيه اهتمام. أوكي. قلنا حته فيه اهتمام ماشي، بس وبعدين؟ طيب خطوات الاهلي بطيئه شويه، الولد نفسه مستني الاهلي كده. بالظبط، وكيله زي ما عرفت بيحاول على قد ما يقدر يوديه النادي الاهلي. تمام، وهو عنده رغبه انه موجود. بس دلوقتي الناس اللي بتتكلم او الناس اللي مصره ان تضمه او اللي كل الزمالك شويه بيكلموه هم الزمالك، وعنده عرضين من الاهلي. استاذ احمد، اولا الزمالك لا زال موقوف في القيد. الزمالك مش هيقدر يكلم اي حد. وبالتالي كل الكلام اللي بيتقال ده ان انا بقعد اجس مرض. انت لسه قايل من رمضان هيروح الزمالك وفي موافقه. بقول لك منفتحين منفتحين على ان هو يتباع. قدم عرض بقى. انت لما تقدم عرض هتعمل ايه؟ ماشي، كمل. الزمالك الاول هتفك القيد. 200 مليون؟ ما انا بقول لك فك القيد. كده كده موقوف. وبعد كده نشوف الدنيا فيه ايه؟ طيب. في اولويات في الزمالك. ممكن الزمالك يدفع فلوس. ماشي؟ وفي انشقاق في الزمالك على فتوح وصبحي. ماشي. لان اتقال بالنص رحيل فتوح هيوفر لنا 140 مليون جنيه. وجود فتوح هيكلفنا 140 مليون جنيه. ده ناس ناس قالت لا يمشي، وناس قالت لا يقعد، مش عايزين يروح في حته تانية او خصوصا النادي الاهلي. فده في انشقاق. والمشكله ان هم بيرموا الكوره في ملعب معتمد جمال. مش هتقعد تقول لك ايه معتمد جمال عايزهم يلعب فجاه. معتمد جمال لا مش عايزهم. ومعتمد جمال والفرقه في نادي الزمالك وعلى راسها شيكابالا، وانا قلت الكلام ده قبل كده، لسه الموضوع صعب. صح. ولم يبدي فتوح اي بادره للاعتذار حتى الان. لا لغايه دلوقتي كان لا اعتذر. ده رقم واحد. رقم اثنين، مفيش ولا صفقه في الاهلي هتبرم بشكل رسمي الا بعد كاس السوبر. تمام، يعني عمر كمال هينتظره بعد كاس السوبر. نفس الكلام بالنسبه لعمر كمال بعد. انت خلي بالك قلت عمر كمال هيختار رقم التيشيرت. ايوه ماشي، بقول الصفقه تبرم هيتم الاعلان الرسمي. اوكي، انما انا يعني انا عندي كلامي. وانا عندي كلامي. استاذ مراد قال لي انا الزمالك هياخده داخل بقوه في عمر كمال. اما يحلوا القيد ماشي، ما قلناش حاجه. طيب انت عايز تقول ايه بقى في عمر كمال يا ابو علي؟ عمر كمال اهلاوي. الموضوع هيخلص خلال فترة معانا، والإعلان الرسمي بعد بس نمرة كام بقى؟ بعد فترة السوبر. بعد فترة السوبر. ده موقف كان عمر كمان. طيب أخيرا أخيرا الشحات والشيبي يا مراد. بص، المعلومة اللي عندي طبعا، يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده المرة اللي فاتت وقلنا موقف حسين الشحات كان صعب، وفي بعض اللعيبة اتدخلوا وده اللي حصل فعلا. وفي بعض يعني لغاية دلوقتي في اتصالات من لعيبة كبار في النادي الأهلي مع لعيبة كبار في بيراميدز. ماشي. المعلومة اللي عندي إن بعد كأس السوبر أو ممكن يبقى بعد كأس العالم للأندية، حسين الشحات هينزل بيان اعتذار للاعب للاعب ولاهله، وممكن يبقى في زياره للاعب في نادي بيراميدز ويحل ويتم حل زياره للاعب في بيراميدز حاجه كويسه، ويتم حل الموضوع والتنازل عن القضايا اللي موجوده بين الاثنين. وشايف من وجهه نظري ان ده حل، يعني حل كويس. طبعا احنا مش عايزين الموضوع يوصل يعني الابعد من كده. حسين طبعا اخطا وهو اعترف ان هو اخطا وطلع اعتذر كذا مره، فاتمنى ان الموضوع ما يطولش وما يدخلش في مرحله عناد. قول لي الشيبي عايز يتصالح، لكن عنده ضغوطات من اسرته. من اسرته ولا من بيراميدز؟ من اسرته. اوكي، قبل بيراميدز. ماشي، يعني بيراميدز بيدعم اللاعب بتاعه. ماشي، لكن الشيبي عنده ضغوطات من اسرته، عشان كده هو مكمل في القضيه. الاهلي قدم مذكره. طيب الاهلي قدم مذكره، اتحاد الكره عمل ايه؟ القى بالمذكره في ملعب اللجنه القانونيه في اتحاد الكره. اللجنه القانونيه هتعمل ايه؟ قال لك حدث الموقف، اذا لقينا في اي عوار هيتم احاله محمد الشيبي للجنه الانضباط وهي تاخد قرار معاه. اذا كان هو بقى لجا للقضاء العادي والكلام ده فيه عوار وفق الماده 48 اللي انت عرضتها هنا لو تفتكر. أيوة. الاسبوع اللي فات والناس بعد كده قعدت تتكلم عليها. ابو علي قال لي الناس اشتغلت عليها ساعتها. كله نشر. كله نشر البتاع على تويتر. هل ده هيودي ان اللاعب يروح لجنه الانضباط؟ اتمنى بقى زي ما قال الحل السلمي اللي قال عليه الاستاذ محمد مراد دلوقتي،
يتم في النهايه لان الموضوع بقى يعني بقى صعب. في حاجه الاهلي بيستند ليها سريعا وهي ان في يعني زي مبدا كده في يعني حاجه قانونيه بتقول ان الخاص بيوقف العام، القانون الخاص بيوقف العام. فاتحاد الكوره اللائحه اللي بيستند ليها او القانون اللي بيستند ليها هو قانون الرياضه. اوكي. قانون الرياضه قانون خاص. فالقانون الخاص هنا بيأيد القانون العام. حسين طبقا للقانون الخاص اتوقف ماتشين من قبل اتحاد الكره وبيراميدز وافق عليهم، بل طلب كمان ان يتم معاقبه اللاعب او مضاعفه عقوبه اللاعب واترفض طلبه. فهنا بيراميدز كان موافق على العقوبه اللي هي بتاعت القانون رياضية. الخاص اللي هو قانون الرياضه. تمام. اللي بيفصل في الامور الرياضيه كلها. ماشي. في مصر. كان من المفترض النادي الاهلي اول ما يحصل استدعاء عليه حسين الشحات يبعت لاتحاد الكوره يقول لهم نصا اللعيب اللي تابع للاتحاد الاهلي اللي هو انتوا جاي له استدعاء من محكمه. كانت خطوه تمام الاول بالظبط. نودي الولد ولا لا؟ واتحاد الكوره ساعتها كان هيتحمل تبعيات الامر بالكامل. الاهلي تدارك دي في البيان اللي نزله وكلم اتحاد الكوره وقال لهم الوضع كذا 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 كذا. بس ما ينفعش ما كانش يروح. لا لا هقول لك ليه، هقول لك ليه. كان ضبط واحضار. ما انا ثواني بس. ما ينفعش ما اروحش. ما هو ضبط واحضار جاله اصلا اللي خلي بالك ده جاله على النادي الاهلي. ده ضبط واحضار. لا لا جاله استدعاء على النادي الاهلي. العقوبه ايه؟ ده في الاول ولا اخلاء سبيل بكفاله 10,000 جنيه؟ انت بتتكلم على اللي قبل كده قبل اخلاء السبيل. لا هو في استدعاء للنيابه وفي ضبط، انا ما اعرفش الامور بقى ضبط او مش عارف. انا بوريك دلوقتي الحاجه القانونيه الاهلي بيستند ليها، يعني الاهلي بيتكلم في ايه؟ فالمفروض ان اتحاد الكره دلوقتي مطالب ان هو يفصل في القصه دي. بالظبط. انا ليا قانون خاص معتمد من الوزاره ومن اللجنه الاولمبيه والناس كلها بتتعامل بيه. القانون الخاص ده في ناس خلفت اللائحه دي وراحت استند للقانون العام. اللي هو اصلا القانون الخاص بيوقف القانون العام او ما يخليكش تتعامل بيه. فالاهلي دلوقتي رمى الكوره في ملعب اتحاد الكوره وبيستند للامر ده. لو الامور وصلت يعني للشكل او اللي هو خلاص بقى اللاعب بتاعي هيتاذي او هيحصل مشكله، انا هروح للاتحاد الدولي هو يفصل بقى في القصه دي مع اتحاد الكره ومع اللاعب ومع النادي. ان شاء الله الازمه تخلص. بس انت قلت حاجه. قول سريع. انت قلت خالد بيبو هيتوسط في القصه. ده معلومه اكيد. طب بعض الناس في النادي قال لك ما حصلش الكلام. لا 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 حصل. كابتن خالد بيبو انا بقول لك توسط لحل. انا حتى كنت بكلم بتناقش مع حد. عرفت ان كابتن خالد بيبو اتدخل واتكلم. أيوة. لكن فوجئت الناس في الاهلي قالت لا ما حصلش الكلام ده. المعلومه اللي عندي ان كابتن خالد بيبو توسط لحل هذه الازمه. وانا عندي نفس المعلومه اللي عندي. لا طبعا وفي تدخل خالد بشكل شخصي مش رسمي يعني. بكلم كذا عدد في بيراميدز الموضوع يتحل، لكن هم بقى زي ما ان شاء الله يتحل على خير باذن الله وازمه وتخلص وتعدي. يا استاذ احمد جلال نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. استاذ محمد علي نورتنا. شكرا جزيلا. استاذ محمد مراد نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. دي كانت اخر حلقات الاسبوع.